بسم الله الرحمن الرحيم. مصر جميلة جدا وعظيمة جدا. نعم، وتفضل عظيمة مصر. خليني أقول لحضراتكم هنتكلم في إيه النهاردة. هتكلم عن واحد متنمر اسمه أيمن منصور ندى. من فترة كده اتكلم عندي، يتكلم ينتقد حقه، لكن يتنمر أو يهين أو يسيء لا. تقدمت ببلاغ لمعالي النائب العام النشار حمادة الصاوي النائب العام، وأقمنا جنحة مباشرة ضد المدعو المتنمر أيمن منصور ندى. بيشتغل في جامعة القاهرة، ويبدو أن رئيس جامعة القاهرة ما يعرفش حاجة عن اللي حصل، لأنه لو كان يعرف وما تحركش تبقى مصيبة، ولما كانش يعرف وما تحركش تبقى مصيبتين. سيد رئيس جامعة القاهرة راجل محترم، دكتور محمد الخشت راجل محترم، ولكن انه عنده أستاذ في الجامعة بيدرس لطلبة وهو ما يعرفش حاجة اسمها إعلام. أصل بديهيات حضرتك في الإعلام زعلان انه ليه أحمد موسى الناس بتشوفه، يبقى أنت ما تعرفش الإعلام. إذا الناس بتتفرج، هو أنا بدخل بيوت الناس عشان أقول لهم اتفرجوا عليا؟ اللي بيتفرج ده أكيد شايف حاجة، أكيد في حاجة موجودة، أكيد يا أيمن يا منصور أكيد. بيقول لك 7 سنين وعلى الشاشة وهو لا يعلم، أيمن المتنمر أيمن منصور ندى، إنه هذا الرجل اشتغل صحافة وهو طالب في الجامعة. وأنا طالب في جامعة سوهاج قسم الصحافة، كنا لسه تابع جامعة أسيوط، قسم الصحافة ده تاني قسم بعد كلية الإعلام، يعني كان كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبعدها أول قسم صحافة على مستوى الجمهورية كان في سوهاج، آداب سوهاج، اللي أنا أتشرف إن أنا أحد أبنائها، اللي خرجت أجيال وأجيال وصحفيين وإعلاميين بسم الله ما شاء الله، يعني مالين الدنيا كلها في مصر وبره مصر. فأيمن منصور المتنمر ما بيعرفش حاجة، هو عنده بعض الحاجات. أيمن منصور ما يعرفش إني تعلمت على أيدي أساتذة عظام في الإعلام والصحافة والعلوم السياسية والقانون الدولي وكل شيء تعلمت. وبالمناسبة أساتذة منهم لحد دلوقتي موجودين بكلمهم ويكلموني، أساتذتي بفتخر بيهم لأنهم اتعلمت، والأستاذ معنى كلمة الأستاذ. تكرمت من جامعة سوهاج جامعتي عدة مرات، وبالمناسبة جامعات كتير، بس ما بحبش أتكلم على الحكاية دي، ولكن عايز أقول لأيمن منصور اللي بيتكلم عني، اتكرمت أول جائزة في نقابة صحفيين، كرمت من 2 أساتذة، أستاذ محمد حسنين هيكل والأستاذ إبراهيم نافع سنة 99 تقريبا، أيمن كان بالشورت تقريبا للانفراد الصحفي عام 99، مش النهاردة. اشتغلت في برنامج شهير 17 سنوات، القاهرة اليوم، مع صديقي العزيز عمرو أديب وزميلتنا العزيزة نيرفانا إدريس، وكان خير رمضان وحمد رزق ومحمد شردي وخالد أبو بكر وضياء رشوان، عدد كبير في هذا البرنامج اللي طلع عدد كبير من نجوم القاهرة اليوم. تقريبا أيمن منصور كان لسه بشورت، ما كانش موجود. اشتغلنا في البرنامج ده، وخرجت من هنا على قناة التحرير في مارس 2013، كان وقتها أيمن منصور تحت السرير بيخاف من الإخوان، وإحنا كنا نطلع نمسح بكرامة الإخوان ومحمد مرسي وبالتنظيم البلاط لحد ثورة 30/6. كان أيمن منصور في الوقت ده وما يقدرش يتكلم عن الإخوان، كان اللي بيتكلم عنه هذا الرجل
تهديدات لبيته ولعياله وما بينامش في بيته وسايب بيته عشان التهديدات قبل الثورة. لأنه وطلب مننا، مش هقولها سر، إن إحنا ما نباتش في بيوتنا. قبل الثورة بست أيام قعدت في بيتي من 24/6 لحد 5/7 ما روحتش بيتي. أيمن منصور كان تحت السرير. وإحنا كنا نواجه عصابة الإخوان الإرهابية ونقول للناس انزلوا على جماعة الإخوان، على الخونة، على الإرهابيين. وأيمن منصور ما كانش معانا. على الهواء يا أيمن يا منصور يوم 30/6 رفعت الكارت الأحمر، ومحمد مرسي كان موجود في القصر وأنا طالع على الهواء الساعة 12 الظهر رافع له الكارت الأحمر يوم 30/6، وأنت كنت لسه بشورت أو كنت تحت السرير. المرشد طلع في 21/6 يا أيمن يا منصور 13 يتكلم، اللي وصف قال لك الإعلام دول سحرة فرعون. ما أنت اللي بتعمله ده لا يقل عن خطر اللي عمله محمد بديع. لما أنت تتكلم على الإعلام المصري، ما محمد بديع سبقك وطلع قال دول سحرة فرعون وهنعمل ونسوي فيهم. طلعت على الهوا يا أيمن يا منصور وأنت ربما يا تحت السرير لسه بشورت، قلت له رقبتي برقبتك، برقبة محمد بديع وهو مرشد الإخوان، ما خفناش لأن احنا رجالة بندافع عن بلدنا، ما عندناش مصالح غير مصر وكل مؤسساتها، الجيش، الشرطة، كل أكيسة البلد كلها والسيادية كلها، بدعمها كلها وافضل. بالمناسبة يا أمن يا منصور، جايز انت ما تعرفش، من وانا صغير قد كده بدعم بلدي، من وانا طالب في الجامعة وفي ثانوي بدعم بلدي، من وانا عرفت حاجة اسمها مصر لسه يدوب مصر وتحيا مصر بدعم بلدي من وانا قد كده، وافضل لحد اخر نفس. لا تلوننا ولا تغيرنا يا ايمن ندى يا منصور ندى، عمرنا ما تغيرنا وعمرنا ما نتغير، لانه ليس لنا مطالب الا هذا الوطن، وليس لنا اطماع على الاطلاق، لا خدنا مناصب ولا طلبنا ولا محتاجين. الحمد لله ربنا كرمنا كرم، الحمد لله كرم ربنا وحب الناس بالمناسبة هو ده اللي مخلينا على الشاشة يا أيمن يا منصور، وثقة الناس فينا، لأن احنا ما حطناش ايدينا في ايد الإخوان، ما دعمناهمش، ما وقفناش معاهم، لأنه كلمتنا واحدة. من التسعينات يا أيمن منصور وانت كنت بشورت في الوقت ده، وانا بكتب عن جماعة الإخوان الإرهابية على فكرة والقاعدة، وكل واحد إرهابي بكتب عليه مش من النهاردة يا أيمن يا منصور. ارجع واقرأ، لو انت بتقول ان انت استاذ الاعلام، قل للطلبة اللي بتدرس لهم الراجل ده الملفات اللي كتبها عن الاخوان من عام 92 لحد النهاردة ما تغيرش، هو نفس البني ادم اللي كتب صفحات وصفحات وصفحات وملفات يا ايمن يا منصور. ارجع بوريك، بس ده كان يوم يا ايمن يا منصور عشان ربما الذاكرة انك بتنسى، بوريك بس الاعلام المصري اللي انت بتتكلم عليه، ادي اللي بتتكلم عليه يوم 30/6 الساعة 12 الظهر برفع الكارت الاحمر للجاسوس محمد مرسى عيسى العياط في اليوم ده في قناة التحرير، اهو بوريك اللقطة، لان ربما لا ترى ولا بتسمع ولا عندك فكرة، عندك موقف، عندك. بقول لأيمن منصور كنت اتمنى تقول للطلبة اللي بتدرس لهم، وانا صعبان عليا والله اولادنا، صعبان عليا اولادنا انه في واحد زي ايمن منصور بيدرس لطلبه في كليه الاعلام، والله صعبان عليا لانه هيدرس لهم كلام غلط. اذا هو ما بيعرفش يتكلم عن الناس ولا حقيقه الناس، هو عنده يا اما موقف شخصي يا عنده كراهيه يا عنده حقد، او الثلاثه مع بعض. قل ما شئت، الثلاثه مع بعض قولهم كده وانا بقول لك على الهوا. كنت أتمنى من جامعة القاهرة تقول للطلبة وتقول للرأي العام الحاجات اللي موجودة في الجامعة. دكتور محمد الخشت قولوا لنا قد تكون غلط، يعني قولوا لنا في تحقيقات، في بلاغات، في شكاوى ضده ولا لأ من الناس، قولوا للرأي العام في شكاوى ولا مفيش، وحقيقة هذه الشكاوى والشكاوى دي مشكلتها إيه، هل صحيح ولا لا؟ انتوا اللي تردوا جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت باعتبار صمتوا 3-4 أسابيع، فلازم أقول لكم النهاردة
ولو الجامعة ما تكلمتش أنا اللي هتكلم، ولو الجامعة ما طلعتش أنا اللي هطلع. بالمناسبة على فكرة زملاء ليه من أول يوم بعتولي، بس أبدا عمري ما أعمل كده. من أول يوم ناس معاه في الجامعة وقالوا لي قول كذا وكذا، لا مش إحنا. كان الأول أروح للنائب العام وأروح للقضاء وبعدين أخد حقي بالقانون وأخد حق بالقضاء. هو بيتكلم على الإعلام المصري. هو مين اللي بيواجه جماعة الإخوان الإرهابية يا أيمن منصور ندى أيها المتنمر إلا الإعلام المصري؟ هو مين اللي أحبط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية إلا الإعلام المصري؟ هو مين اللي عمل توعية على مدى السنوات الماضية إلا الإعلام المصري؟ إعلام قومي وطني محترم، كل واحد فيه بيضحي عشان بلده، كل واحد في هذا الإعلام دوره يساند مصر. ده زعلان قوي إن احنا بنتكلم عن المشروعات القومية، أقول لك إزاي ده بيتكلم عن المشروعات، عايزني أعمل إيه؟ بلدي بتبني وبلدي عندها مشاكل، ولما تعمل حاجة كويسة عايزني أقعد طول الليل والنهار. هو ده يبقى أنت اللي بتدرسه للطلبة غلط. في الصح وفي هنا، في سلبيات وفي إيجابيات، كل الإعلام فيه كده. ما قرأتش كلمة ليه لو هو بيتكلم على الإعلام، على الإعلام المعادي، على الإعلام المحرض، على الإعلام اللي قالك اقتلوا أحمد موسى، على الإعلام اللي قال خربوا، على الإعلام اللي قال اقتلوا، على الإعلام اللي قال دمروا. ما كذبتش عنه وشايف إنه ده إعلام مهني اللي هو بيتكلم بيقولك اقتلوا الناس. أيمن منصور ندى المتنمر بيقول إنه ده الإعلام المهني اللي هو بيحرض على قتلنا، شايف إنه إعلام مهني. يبقى ده يدرس لطلبة إزاي؟ إزاي طلبة في الجامعة هيسمعوا من المفروض الأستاذ؟ يا جماعة الأستاذ شايف الإعلام اللي بيدمر في مصر إنه إعلام مهني، والإعلام المصري إعلام غير مهني. هل ده معقول؟ شايف إنه مصر محتاج أنا رأيك انقدني زي ما أنت عايز، أتقبل الرأي من الجميع وأتقبل النقد من الجميع، ما عنديش مشكلة خالص، نصلح من نفسنا ونصلح، ايه المانع؟ ولا يمنع اي شيء، ولكن ان تتنمر بي مكانك القضاء والنيابة العامة عندما تتنمر بي، واخد حق بالقانون واخد حق بالقضاء، لانه تنمر بمعنى الكلمة، تنمر بشكل شخصي وواضح الكراهية واضح الاحقاد. دخل كم واحد كتب وايدوه، منهم واحد كان زميل لينا، كل الاماكن اللي اشتغل فيها فشل من غير ما اقول اسمه، هو عارف نفسه. كل الاماكن كان زميل كده، اي مكان يروح فيه يطرد، يطرد بمعنى الكلمه، مش هقول اسمه، هو عارف نفسه كويس. وواحد تاني هربان في امريكا، واحد تاني هربان في امريكا. طب انت هربان في امريكا ما اكيد لازم هتقول كده. واحد تاني جنبه قاعد جنبه او مش عارف بيطبل له او بيعمله، ما اكيد هيقول كده. ولكن في الاخر هناك رأي عام وهناك جمهور عظيم موجود. ايمن منصور ندى للأسف، وانا بقول للأسف، ان تكون في جامعة القاهرة، عار ان يكون مثل هذا الشخص في جامعة القاهرة. انا بقول عار لانه جامعة القاهرة اللي يبقى موجود فيها يكون عارف قيمة مكانته وقيمة هذه الجامعة، وانه يدرس طلابنا والبناتنا والولادنا، يدرس لهم العلم الحقيقي، ما يقولش الشائعات وما يقولش اللي جواه، لانه اللي جواه ما ينطبق، لا ما يقولوش للطلبة اللي جواه حاجة تانية. لكن لما يجي يدرس يدرس بمعنى الكلمة، التدريس عشان يعلم الطلبة لما يتخرجوا يشتغلوا ازاي. بيتكلم أيمن منصور يقول لك ما درسوش، احنا درسنا، واساتذه اللي درسونا بجد مش زيك، اللي درسوا لنا اساتذه حقيقيين دربونا ودرسوا لنا، اتدربنا على ايدي مجموعه عظيمه في الصحافه، مش اي حد دربنا. اما دخلت الاهرام، الاهرام كان فيه خمس شباب، عندما دخلت الاهرام سنه 83 كنت واحد من الخمسه، واحد من خمسه دخلوا الاهرام 83 تحت التمرين، كنت أصغر الحمد لله، أصغر رئيس قسم وأصغر نائب رئيس تحرير، ما حدش وصلوا في السن دي الحمد لله. الحمد لله ليه؟ حدش كان بيجاملك، لأنك كنت بتعمل كل يوم انفرادات صحفية وخبطات صحفية. كان وقتها أيمن منصور لسه بشورت،
لما كانت وكالات الأنباء العالمية تنقل عن الأهرام اللي أنا بنشره في الأهرام، أعوذ بالله من كلمة أنا، اللي أنا كنت بكتبه، كانت وكالات الأنباء تتسابق عشان يكلموني عشان أديهم تصريحات مخصوص، أقول لهم لا، الأهرام فيها الكلام ده، خدوا التصريحات من الأهرام نقلا عن الأهرام. أديس أبابا حصلت على فيديوهات لأول مرة رفضت بيعها في ذلك الوقت $5,000 عام 95 عشان أنشرها فقط في الأهرام، والفيديوهات موجودة عندي لحد النهاردة، نشرناها كلها لما فرغتها على صفحات في الأهرام، وكله كان بيجري عشان ينشر وياخد نقل عن الأهرام. أكلمك عليه وليه يا أيمن يا منصور؟ أقول لك إيه يا أيمن يا منصور؟ وريني، قل لي مين أنت؟ قدم لي نفسك أنت الأول، ماذا فعلت وماذا قدمت؟ تعاملت مع مين وعملت مين وأبحاث إيه وشمال ويمين؟ مش هتكلم عشان ده مش وقته، لأنه هيبقى له وقت أكيد. وأنا وعدت حضراتكم من كام يوم، قلت لحضراتكم هيجي وقت هتكلم، لأنه بس فيه بتبقى دايما أحداث أهم. ولكن تاني كان مهم النهاردة عشان هذا المتنمر يعرف مين هو، والرأي العام يبقى عارف من هذا المتنمر. ومعلم بقول متنمر لأنه تنمر علي شخصيا، وهذه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بعد أن تم تعديله العام الماضي أو العام قبل الماضي عام 19، جريمة التنمر التي ارتكبها المتنمر أيمن منصور ندى اللي بيشتغل المفروض دكتور في جامعة القاهرة. هل رأيت دكتور في جامعة القاهرة بيقول الكلام ده؟ هل رأيت دكتور في جامعة القاهرة مصر بالنسبة له أو الإعلام المصري بالنسبة له كذا وكذا؟ هل شفته أستاذ في جامعة القاهرة؟ تاني بقول إنه تتكلم إجابة عن بلدك تبقى أنت بتخون بلدك؟ هل شفته أستاذ يتكلم على إعلام إنه هذا الإعلام كذا الإعلام ده هو الإعلام اللي شايل زي ما بيقولوا، الإعلام ده اللي ما خافش، الإعلام ده المصري اللي هو بيتكلم عليه ما خافش، الإعلام المصري هو اللي موجود، هو اللي شغال، وهو اللي بيواجه، وهو اللي بيكشف، وهو اللي بيوضح، وهو اللي بيقول للرأي العام إيه الحكاية. هو مين تاني اللي بيقول للرأي العام؟ الإعلام المصري ولا الإعلام المعادي اللي أنت بتأيده؟ الإعلام المصري هو اللي بيتكلم عن بلده، الإعلام المصري هو اللي بيدافع عن بلده ويفضل يدافع عنها عشان ده دوره، واللي ما يعملش كده يبقى بيخون بلده، واحنا عمرنا ما خناها وعمرنا ما نخونها ابدا. يا ما كانت اغراءات يا ايمن يا منصور من الاخوان وهم في الحكم بالمناسبه، حكيتها قبل كده قد لا تعلمها بس حكيتها على الهوى، اغراءات عشان تبطل وتعمل وكذا، بس مش احنا اللي يتعمل علينا ده، مش احنا اللي يتعمل لنا اغراءات فنروح، لا مش احنا اللي نكون متلونين، احنا عمرنا ما تلوننا وعمرنا ما نتلون. ليه؟ عشان مين؟ احنا عندنا رسالة وخط واضح، دعم البلد كلها ومؤسساتها وشعبنا العظيم. هو انت لما بتعمل كده تبقى انت لا قدر الله كذا؟ هنفضل نعمل كده يا ايمن المنصور، وده الاعلام المصري اللي انت زعلان منه، واللي انت عايز الاعلام المصري مش عارف يبقى ايه. لا، هو ده الاعلام اللي واقف مع مصر، وده الاعلام اللي خلى جماعة الإخوان الإرهابية. هو أنت لما بتروح في أي مكان برة الإخوان بيدوروا عليك عشان أنت يعني زعلانين منك ومتضايقين منك، ولا عشان أنت مبسوط منك؟ عشان أنت واجعهم ليل ونهار، هو مش عايزك توجع اللي بيعادوا مصر، مش عايزك. هذا هو المتنمر أيمن منصور ندى. وبلغنا أمام النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وأمام كمان جنحة مباشرة أمام القضاء المصري، عندنا ثقة مؤكدة أبدا في القضاء المصري يجيب لنا حقنا. متنمر بمعنى كلمة التنمر، في اتهامات أخرى ولكن أنا تحديدا بتكلم على التنمر. أستاذ في الجامعة بيتريق، بيتكلم علي وعلى شكلي. الخالق سبحانه وتعالى يا أيمن يا منصور، شكلي مش عاجبه، صوتي مش عاجبه، وقفتي مش عاجباه، كلامي مش عاجبه، ظهوري في الإعلام مش عاجبه، كل حاجة مش عاجباه. المولى سبحانه وتعالى تقول إيه لطلبك، الطلبة اللي عندك
تقول لهم ايه وانت بتتنمر على شخص، تتنمر على بني ادم، تتنمر على انسان يا ايمن يا منصور؟ هل العلم ده، هل تعلمت ذلك؟ هل لما علموك وليدولك الرسالة بتاعتك قالوا لك تنمر على الناس، قالوا لك تسيء للناس، قالوا لك تعمل ابحاث؟ وعملت ابحاث بناء على دراسات ايه؟ ده انا بقول لك دراساتك دي ترميها في الزبالة، انه اتضح ان دراساتك دي ليس لها علاقة بالواقع. اذا انت مش عارف الاعلام المصري اهميته ايه، تبقى انت دراستك كلها. ده انت فكرتني بواحد كنت انا برضو من فترة بتكلم عليه، تقريبا انتوا الاثنين اصدقاء، وبالمناسبة عرفت ان انتوا الاثنين اصدقاء. يا لها يا لها، يعني انت بتتكلم عشان انت وهو، انا بقول لك اهو الايام قادمة. فايمن منصور متنمر قدام طلبة ولادنا، واتمنى من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، هذا المتنمر اللي موجود بيدرس لأولادنا، خوفي والله على أولادنا، خوفي على غس أدمغة أولادنا، خوفي على تعليم أولادنا، خوفي والله من واحد إذا هو تنمر على كذا. طيب أنت إذا أنت رحت عملت كذا عشان تدخل، طب ربنا ما نجحكش، طب نعمل إيه؟ إذا أنت كنت عايز تشتغل في شغلانة وما نفعتش، فتكره كل الناس اللي شغالين في الشغلانة؟ تكرههم؟ تشتمهم؟ إذا أنت رحت مكان ما نجحتش فيه، والنجاح ده مش بتاع حد، ربنا موفقك ولا لأ؟ هو أنت زعلان على توفيق ربنا؟ هو أنت متضايق إن ربنا موفقنا؟ أصل خلي بالك الإعلام ده يا إما لك أو تقعد في بيتك. لو انت في يوم حسيت ان انت مش مؤثر تقعد في بيتك، لو انت ما عندكش قضية تقعد في بيتك. وانا من الناس الحمد لله الحمد لله عندي قضية بلدي، ما عنديش حاجة اخرى غير بلدي، ما عنديش حاجة شخصية على الاطلاق، لا كان ولا هيكون، عندي قضية مصر، ما عنديش حاجة تانية، وهتفضل قضية مصر ان شاء الله طول الوقت، ما عندناش غيرها. فلازم عندك قضية. عمري ما مسكت ولا محتاج امسكها. ليه امسكها النص؟ عشان مين؟ عشان مين ان شاء الله؟ عشان ايمن منصور اللي هو بالنسبه لي ايمن منصور، اللي هو مين ايمن منصور؟ متنمر؟ المتنمر ايمن منصور، صحيح افتكرت المتنمر ايمن منصور، فعلا المتنمر ايمن منصور ندى اللي انا بتكلم عليه، اللي انا بتهمه على الهواء، واللي انا قدمت، مش بتهمه، قدمت البلاغ للنائب العام والمحكمه كمان اتنين عشان اخد حقي بالطريق القانوني. كان يطلع ايمن منصور يكتب وينقدني كيفما شاء، يا رب يقعد كل يوم يتكلم عني نقد ولا شيء، اهلا وسهلا بالنقد، نقد مباح لاي حد، انما انك تتنمر وتبص كراهيه ضدي وتحرض علي تحريض بمعنى الكلمه، يبقى هو ده اللي مكانه القضاء المصري. اطمئنوا تماما، وانا بقول لحضراتكم اهو، مصر باعلامها المحترم وطني وقومي خاص، كله اعلام وطني مصري، كله اعلام تلفزيوني، اعلام جرايد، اعلام الكتروني، كله إعلام واقف مع مصر، يساند بلده، يساند مؤسسات بلده. وقدره أن يطلع واحد متنمر زي أيمن منصور يتري عليه أو يشتم على الإعلام المصري أو يتكلم على الإعلام المصري اللي هو واجع الأعداء واجع الخونة. وده هيكون في فترة، هيكون لنا كلام في هذا الأمر في فترة إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله، أكيد أكيد يعني إن شاء الله يعني. فبقول لأيمن منصور المتنمر، القضاء بيني وبينك، العدالة بيني وبينك. وأقول للسيد رئيس جامعة القاهرة دكتور محمد الخشت، عند حضرتك أستاذ تنمر على إنسان، سيبك من مين، تنمر على إنسان، ماذا تفعل رئيس جامعة القاهرة؟ عندك
أستاذ في الجامعة بيهين الإعلام المصري، ماذا فعلت وكيف تحركتم في جامعة القاهرة وكلية الإعلام؟ عملت بيان للأسف بيان لا يليق بكلية الإعلام تعمل هذا البيان، بيان وقتها ما رضيتش أعلق عليه، كنت أتمنى يكون بيان لأنك بتتكلم على الإعلام المصري مش بتتكلم على أحمد موسى ولا نشأة الديهي ولا محمد الباز ولا سين ولا صاد، لا لا لا، بتتكلم على الإعلام المصري. احنا ندافع عن بلدنا، لا ندافع عن اشخاص، ندافع عن مصر. كل واحد فينا سايب بيت، اسهل حاجه النهارده انك تقعد في بيتك بعيدا عن وجع الدماغ، اسهل شيء. لكن لا، بلدنا والاعلام هو الاعلام المؤثر النهارده. الكلمه في الاعلام ولا تقول لي بايه؟ ولا تقول لي بصاروخ، الكلمه بمليون تاثيرها قد ايه، رايح فين؟ تاثير الكلام اللي احنا بنقوله ده بيلف الدنيا كلها في لحظة، في ثواني، هو الإعلام، قوة الإعلام. لكن هو ومنهم متنمر أيمن منصور عايز يكسر الإعلام المصري، يشكك في الإعلام المصري. للأسف، تاني بقول للأسف، كلم على رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كاتب الكبير الأستاذ كرم جبر، أيضا ما سابش رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعني طلع من هنا راح لك المجلس الاعلى تنظيم الاعلام للكل كيل اتهامات وكيل بلا دليل. وجامعه القاهره في نوم عميق، في نوم عميق، اعني الكلام، واللي يزعل يزعل، ما تخافش غير من ربنا. واذا الجامعه قاعده صامته بقى لها عده ايام ما اتحركتش، فلازم اقول لهم ان انتوا نايمين. اذا هو بيهين الاعلام المصري ما اتكلمش على اتكلم على شخص، سيبك من احمد موسى، لكن متكلم على الاعلام بالكامل وانتوا قاعدين تتفرجوا. ما انا بدافع عنك يا سيدي، ما انا جزء من اللي بيقولوا عليا عشان بدافع عن رئيس جامعه القاهره، ودافع عن وزير التعليم العالي، ودافع عن بلدي. ما انتوا ناس انا بدافع عنكم، ما انا اقل حاجه ممكن مين؟ ما هو عايزك تعمل كده، ما جزء من ده بلدي. هو ايمن منصور ده تبع مين؟ بياخد مرتبه منين؟ من دافع الضرائب، اللي انا واحد منهم بالمناسبه، اللي انا واحد منهم، يعني بدفع ضريبتي على عملي ده اللي بياخد منه ايمن منصور مرتبه، ويجي في الاخر يتكلم على الاعلام المصري. وجامعه القاهره لا تتحرك، وزير التعليم العالي لا يتحرك، صديقي دكتور خالد عبد الغفار صديقي، وانا بقول صديقي بمعنى الكلمه بعيد عن انه وزير، صديق واخ عزيز بالنسبه لي وافتخر بده من سنوات طويله مش من النهارده. محدش حرك، منتظرين ايه؟ وهناك اساتذه تانيين لكن ليهم ايضا توقيت. ما لازم انا بعرف كمان، هو النهارده بلد اما الاقي فيه ناس كده، هو احنا طب تتحمل مسؤوليه ولا تتحملش مسؤوليه؟ وانت بتلاقي واحد عندك بيتكلم بالشكل ده على الاعلام المصري وانت قاعد ما اتحركتش، ما خدتش قرار، ده اصل ده مش راي، خلي بالك ده مش راي. انا فاهم، انا راجل دارس وشغال الشغلانه من واحنا قد كده شغالينها، يعني مش من النهارده. فهناك فارق، اللي بينقد عمري ما اتكلمت على حد بينقدني على الاطلاق ولا قربت له ابدا. لكن انا بتكلم على مكان في جامعه القاهره، خطوره انه يدرس الاولاد لطلبه وهو ما يعرفش حاجه اسمها اعلام، مش قادر يعمل دراسه حقيقيه يتكلم فيها يعرف حقيقه الاعلام، والاعلام ده ايه والاعلام ده ايه. التاني مش اعلام، اللي هو بيعمل اللي عايز يعمل مقارنه بيه، ده مش اعلام. انت اللي بيحرض على بلدك بتسميه اعلام؟ يا راجل بتاع الاعلام، يا راجل يا راجل اخجلتني، ده انت زعلتني انك بتقول دول اعلام ودول مش اعلام. يعني بتتكلم اعلام مصر ده مش اعلام، والتاني اللي بيحرضوا انهم دول اعلام، يا خبر. اللي بيحرض على بلد ليل ونهار بتسميه اعلام؟ اللي بيسفل في كل حاجه بتعملها الدوله بتسميه اعلام؟ بتقول دول ناس بيشتغلوا مهنه؟ التحريض اليومي على مصر وعلى الجيش وعلى الشرطه وعلى القضاء وعلى رئيس الدوله بتسميه يا متنمر يا ايمن يا منصور يا ندى انه ده اعلام اللي بيحرض على مصر؟ طب سبت ايه اللي ما يعرفش في الاعلام؟ اللي ما درسش اعلام، اللي مش استاذ في الاعلام،
لما يلاقي المدعو والمتنمر أيمن منصور ندى يطلع يقول كده، يبقى يقول لك ايه؟ طب ايه هو، ايه الرسالة؟ هو عايز ايه من ورا الكلام ده؟ ماذا يريد؟ ده جزء من يعني زي ما بقول كده جزء من كلام اليوم. هقف النهاردة المتنمر أيمن منصور ندى في جامعة القاهرة، بلاغ النائب العام وبلاغ قدام المحكمة الاثنين، هناخد حقنا بالقانون وبالعدالة. نعم نعم، خلينا نروح لقضية من القضايا المهمة للغاية. طلع يوم الخميس وزير الخارجية الأربع ولا الخميس الأربع، وزير خارجية إثيوبيا طلع وقال مصر، وقال إن احنا حقنا في المية 86%. مين اللي حقه؟ إثيوبيا. إثيوبيا حقها 86%، مصر والسودان 14%. يعني بيقول كده إنه السيادة لينا على النهر والاحتكار لينا لمية النيل، وإنتوا مالكوش حاجة في المية دي. ردت الخارجية المصرية كالعادة رد محترم، رد محترم، لأنه في الأنهار الدولية اللي إثيوبيا عايزة نهر النيل ده اللي آلاف السنين آلاف السنين نهر دولي ويفضل نهر دولي، عايزة تعتبره نهر داخلي. إثيوبيا عندها عشرات الأنهار داخل أراضيها، ولكن ده النهر اللي هو بيعبر الحدود، ينطبق اللي هو قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود. فطلع وزير الخارجية قال لك إيه؟ لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% من نهر النيل. هو أنت جبت النسبة دي منين يا وزير خارجية إثيوبيا؟ مين إداك هذا الحق إنك تتكلم على 86% احتكار من مياه النيل؟ في أنهي كتاب قالتها؟ ولا أنتوا دي نوايا إثيوبيا؟ طب هل ده معناه إن إثيوبيا عايزة حل؟ إن إثيوبيا عايزة مفاوضات؟ إن إثيوبيا عايزة تصل لاتفاق إطلاقا؟ وزي ما قلت قبل كده لن أصدق إثيوبيا وكذا وكذا، بقولها تاني نخلي بالنا. قالوا إيه تاني؟ قالوا إيه تاني؟ إثيوبيا ده النهاردة اقتراح إشراك اللجنة الرباعية، أحد المفاوضين في الوفد الإثيوبي، اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هو خدعة لإطالة أمد ملء السد وتقويض حقوقنا. إثيوبيا النهاردة بتتكلم على حقوقها، بتتكلم على حقوقها النهاردة. إثيوبيا اليوم الكلام ده النهاردة اللي هو المندوب بتاعهم أو أحد أعضاء الوفد الإثيوبي في المفاوضات، اللي بعده فكلام إثيوبيا الواضح قدام حضراتكم وفي تفاصيل. قال لك والله إن احنا يا جماعة النهاردة الرباعية اللي مصر بتتكلم عليها والسودان، لا دي ليها هدف واحد، إنه عايزين يطولوا الفترة بتاعة التفاوض حتى لا نصل إلى الملء، إن إثيوبيا لا تقوم بالملء. طيب إثيوبيا بتقول هذا الكلام النهاردة، وإثيوبيا عايزة تعمل هذا الكلام الآن، وإثيوبيا النهاردة بتتكلم بشكل واضح على مسألة 86% من حقوقهم زي ما هم مزعمهم، يعني أقصد ليس لهم حقوق في هذا الأمر، وبيقولوا والله إحنا مصر اللي بتعمله ده ضد كل شيء وضد القوانين الدولية، وإن مصر والسودان عايزين يحتكروا المية. لا إحنا مش عايزين احتكار، ومحدش يتكلم على احتكار في مصر بالمناسبة، لأن مصر والسودان بيتكلموا على التفاوض وعلى التنمية وعلى الدول الثلاثة يستفيدوا. لا إحنا ضد التنمية في إثيوبيا على الإطلاق إطلاقا، ولكن هذه التنمية ما تجيش على حساب حقوقنا التاريخية إحنا والسودان. عندنا حقوق تاريخية، اللي بيتكلم عليها النهاردة وزير خارجية إثيوبيا بيتكلم بشكل واضح على إنه عايزين 86% من مياه نهر النيل يحجزوها، يعني بيتكلم على
مش عطش، بيتكلم على موت، بيتكلم على إبادة. دي لغة إثيوبيا الآن. دكتورة أماني الطويل، أولا مساء الخير على حضرتك. نور، أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك والمشاهدين. إثيوبيا بتصعد اللهجة، أعتقد هذا الكلام صحيح؟ لو كان كلامي بالدقة إنه في تصعيد إثيوبي وليس في محاولة الوصول لاتفاق، هما بيصعدوا. بتقرأ القراءة إزاي قراءة حضرتك؟ لا، أنا لا أقرأ تصعيد، أنا ألاحظ أنه قبل أي فعل إثيوبي بيتم الكثير من إشاعة نوع من أنواع اللغط حول مواقف الدول وحول الموقف الإثيوبي، في محاولة للتشويش حوالين يعني الأحقية المصرية السودانية في عدم الضرر. فمرة يتكلموا عن سيادة، ومرة يتكلموا عن حقوق 86% في المياه، و يعني كل هذه الأمور سرديات لا تملك يعني وزنة منطقية ولا تملك حجية قانونية، وهي سرديات الهدف منها التشويش السياسي في توقيت معين، وهم بارعين الحقيقة في المسألة دي. طيب لا، مسألة انهم بارعين في ده، احنا مصر ردت يوم الخميس بشكل واضح وانه يعني غير مقبول. لا، في فرق ان انت ترد رد سياسي وان انت تشوش. انا بسمي اللي بتعمله اثيوبيا تشويش، لكن احنا عملنا ردود سياسيه. انت لما تقارن بين الخطاب السياسي السوداني والمصري والخطاب الاثيوبي هتلاحظ فرق. تلاحظ فرق كبير، يعني في مهنيه في الرد المصري والسوداني، في حديث عن الاضرار، في حديث عن القانون الدولي، بينما الرد الاثيوبي هو تشويش وتضليل و يعني محاولة للصق مواقف بمصر والسودان ليست واقعية. بمعنى الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، انهم عايزين يزودوا من امد المفاوضات، وده مش حقيقي. ليس في مصلحة احد التمديد بامد المفاوضات. يعني الخطاب السياسي المصري مرتكز على فكرة ان احنا بقالنا عقد من الزمان عايزين نخلص، عايزين نوصل الى اتفاق ملزم يحقق كمان افق تنموي. يعني احنا مش هنفضل في موضوع سد النهضه، خلينا نتكلم عن افاق تنمويه لدول حوض النيل الازرق. كل الامور دي غائبه في الخطاب الاثيوبي، بينما هي موجوده في الخطاب المصري السوداني. مصر اتكلمت على انه مساله فرض الامر الواقع مرفوضه تماما. النشطاء الاثيوبيين في الخارج طبعا يصفون ما يحدث في الداخل الاثيوبي بان هذه أسوأ فتره تمر على اثيوبيا، وفاتت على ابي احمد اكبر فرصه لتوحيد الاثيوبيين بالطريقه التي اتفقوا عليها. يعني الاثيوبيا يعني هذا بلد كبير جدا بالمناسبه، هم اكثر من حوالي 120 مليون نسمه تقريبا. للاسف شديد هو الان يعني يضعهم في مرحله خطيره جدا. هذا البلد الكبير يعاني إنسانيا، يعاني اجتماعيا، ليست هناك من قوة حقيقية الآن. القوة العسكرية التي كانت لديه تفككت، حدث هذا التفكك منذ مقتل قائد الجيش لديهم في العام 2019. قيل بأنه تم اغتياله من قبل أحد المقربين منه، ولكن يعني إن قرأ الأمر في الإطار العام كانت تلك عملية تصفية، وقام بالسيطرة على قيادة الجيش بشكل أو بآخر، ولكن يعني أغفل أن الجزء الأكبر من الجيش كان يتواجد في إقليم التجراي منذ الحرب الأثيوبية الإريترية، وحدث ما حدث طبعا حينما أعلن إقليم تجراي نتائج الانتخابات الإقليمية، وأعلن أنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه دستوريا وما إلى ذلك، وشاهدنا ذلك المشهد السريالي، المشهد الذي يعني لم يكن يتوقعه أحد، والقتلى في الشوارع واللاجئين بعشرات الآلاف. أستاذ محمد شمس الدين، بشكرك شكرا جزيلا من السودان الشقيق. نتابع ماذا قال الفريق الأول لعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وهو يوجه تحذيرات إلى إثيوبيا. نتابع. إحنا الآن إثيوبيا في الأسبوعين الماضيين دفعت بقوات عسكرية في منطقة بركة. منطقة بركة منطقة الإثيوبيين قلبوا اسمها عملوها برخة، هي اسمها بركة، عندنا سودانيين مولودين فيها وموجودين فيها، أدخلوا لها قوات دبابات مدفعية الأسبوع الماضي، وهذا تصعيد. أيضا أمس وأول أمس أدخلوا قوات إلى منطقة قطران، هذا أيضا مستوطنة في الفشق الصغرى، أدخلوا لها قرابة 3000 جندي
بكامل أسلحتهم. نحن برضو بنعتبر أنه هذا تصعيد. نحن في كل مكان حنظلنا طالب أثيوبيا بأنها تنسحب من الأراضي السودانية، لأنها هي الآن محتلة أراضي سودانية وبتقول للعالم أنه السودان محتل أراضي أثيوبية. لكن نحن عارفين أنه دي أراضينا، وهم بيقولوا الكلام ده عشان نحن ما نستمع الأمر أو تمهيد لعمل عدائي هم ناويين يقوموا. نحن جاهزين، نحن لا ضعيفين ولا حقنا ده، كلنا ممكن نموت فيه، كلنا نمشي له. ما بنسمح لأي جهة تستحقرنا ولا تاكل حق عديل تشيل حقنا، ونحن قاعدين حيين معين له. نحن القضية حقتنا والناس اللي قاعدين هنا، وانتم كلكم انا متاكد حسي من هنا قاعدين ندور نمشي دور واحد يروح لنا في القاعه دي ما في. عشان كده نحن نقول لاخواننا الاثيوبيين والله الجيش السوداني والشعب السوداني ما ضعيف، عشان نحن نسمع الكلام اللي قاعد نسمعه في وسائل الاعلام، وما بيغلبنا نرد عليه ما نسمعه من احاديث، وما غالبنا الرد على تحركات حقت القوات الارض. لكن احنا متمسكين باننا نسعى لانه هذا الاقليم يظل اقليم ما فيه اي حروب تقوم فيه. فنحن نيابه عنكم ونيابه عن اخواننا القاعدين هناك بنطلب من اثيوبيا انها تسحب قواتها الموجوده وتخلتها اول امبارح والاسبوع الماضي في الارض السودانيه. هذا الكلام كلام خطير وفيه تصعيد كبير، وفيه استعداء للسودان واستعداء لشعب السودان واستعداء القوات المسلحه السودانيه اللي عندها المقدره لانها ترد، وعندها المقدره لانها تنظف اراضيها بالقوه. ده رد سوداني من رئيس مجلس السياده الفريق اول عبد الفتاح البرهاني، بيتفقد القوات السودانيه الحدود مع اثيوبيا، اثيوبيا تحتل اراضي سودانيه، ولكن هناك الجيش السوداني كما ذكر رئيس مجلس السياده قادر على تحرير بلده، والسودان لديها المقدره، عندها الجيش وان هي ومعها الشعب، واكد كده ان هم مش ضعفاء ويقدروا يعني ياخدوا كل الاجراءات اللي هي تعيد التنظيف اراضيهم او الاراضي السودانيه بالقوه كما وصف الفريق اول عبد الفتاح البرهان. زي ما قال كده ان القوات السودانيه لديها القدره والرد على تنظيف اراضيها وعوده اراضيها بالقوه اذا لزم الامر. فواضح انه هناك تحرك كبير من الجيش السوداني لتحرير اراضيه من جانب الاعتداءات والاحتلال الاثيوبي. نروح الى تونس الشقيقه وتونس الخضراء. النهارده مظاهره كبيره في شارع الحبيب بورقيبه، ده الشارع اللي شاهد ده في قلب العاصمه التونسيه، اللي بتتقدم النائبه عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر. هذه التظاهره الكبيره واللي هي خرجت ضد حزب النهضه الاخواني وراشد الغنوشي، واللي بيطالبوا بحل البرلمان ومحاسبه من يعني حاولوا اختطاف الدوله التونسيه او الجمهوريه التونسيه. طبعا تونس زي ما حضراتكم شايفين كده على صفيح ساخن نتيجة في انقسامات سياسية وفي مشاكل اقتصادية كبيرة بتواجه تونس، في خلافات بين الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي وبالتالي الشعب التونسي عارف طبعا هم مصير بلدهم وعندهم مشاكل كتيرة، فعايزين البرلمان حل البرلمان. خلينا اسمع حضراتكم جزء من التظاهرة بتاعت النهاردة عشان اوريكم كمان واقعة مؤسفة للأسف هنتابعها بعد شوية، لكن تعالوا اوريكم جزء من تظاهرة اليوم ضد حزب النهضة الإخواني في تونس. بلاد يحبوا يبيعوا البلاد، يا حشاد يا حشاد يحبوا يبيعوا البلاد، يا حشاد يا حشاد يحبوا يبيعوا البلاد. لا حوار لا حوار مع أصحاب الدمار، 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 لا حوار لا حوار مع أصحاب الدمار.
حوار لا حوار مع أصحاب الدمار. لا حوار لا حوار مع أصحاب الدمار. لا حوار لا حوار مع أصحاب الدمار. شعب تونس شعب أحرار لا لا للإستعمار. حل البرلمان. الشعب يريد 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 حل البرلمان. يا غنوشي يا شباب شعب التونسي لا يهاب. يا غنوشي يا شباب شعب التونسي لا يهاب. يا غنوشي يا شباب شعب التونسي لا يهاب. الشعب يريد اصحاب البرلمان. الشعب يريد اصحاب البرلمان. الشعب يريد اصحاب البرلمان. حل حل برلمان. 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 الشعب يريد حل البرلمان. الشعب يريد حل البرلمان. الشعب يريد حل البرلمان. دي النهاردة المظاهرة الكبيرة في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية اليوم لمطالبة بحل البرلمان التونسي اللي هو بيقوده حزب النهضة، يقوده الغنوشي أحد قيادات التنظيم الدولي جماعة الإخوان الإرهابية. والمظاهرات النهاردة زي ما حضراتكم بتتابعوا مظاهرات كبيرة اليوم في تونس ضد حزب النهضة ونتيجة للأوضاع السياسية وحزب النهضة وما يفعله في الشعب التونسي. واحد من حزب النهضة نائب في البرلمان مشهد أيضا بيفكرنا للأسف بالمشاهد اللي كانت بتحصل عندنا، مشاهد اللي كانت بتحصل في مصر، بس ربنا كرمنا وربنا نجانا. فاكرين لما في ولد ميليشيا الإخوان اعتدى على سيدة مصرية عظيمة في أمام كان في محاكمة وسيدة مصرية رايحة تحضر محكمة عند أكاديمية الشرطة، فالواد الإخواني الإرهابي اعتدى وضربها. وجات لنا في قناة التحرير في ذلك الوقت وتم تكريمها من الشعب المصري في ذلك اليوم. يعني تلقت بسم الله ما شاء الله في اليوم ده، لأنه كان يعني الناس كلها كانت متضامنة معها. كان اعتدى عليها واحد من الميليشيات لأنه كان يتم محاكمة في هذا اليوم في أكاديمية الشرطة. ثم أمام الاتحادية اعتداء أيضاً من ميليشيات الإخوان على متظاهرين السلمين اللي كانوا واقفين ضد جماعة الإخوان الإرهابية، أيضا تم الاعتداء عليهم من ميليشيات جاسوس محمد مرسي. فاكرين ساعة الإعلان اللي عمله الدستوري والناس نزلت وكان ده المسمار الأولاني أهو، ده اللي اعتدى على السيدة المصرية أمام الأكاديمية الشرطة أهو، ده واحد من ميليشيات بتاعة الإخوان ضرب السيدة المصرية العظيمة في ذلك الوقت. وجات لنا بقول لحضرتكم في يومها كانت معانا في قناة التحرير على الهواء. بعدها اعتداءات. النهاردة هذه المشاهد تتكرر في تونس. بنشوف في تونس أيضا من نفس الميليشيا. من نفس الميليشيات. بص أهو، ركز ركز ركز، بص 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 بص، الحق بص شوف ميليشيا. ميليشيا حقيقية. ما هو بيرتكب جريمة، يعني هو هي بتصوره ليه؟ بتصوره بص عمل ايه؟ عمل ايه؟ ضرب ده نائبه بالمناسبه، حتى لو مواطنه، حتى لو اي حد، ولكن هذه لغه عصابه الاخوان من اول لما تقولش انه ده نائب او ده بيحكم او ده مسؤول، كلهم ميليشيات اينما وجدوا في اي مكان، ميليشيا ميليشيا، اعتداء سافر جريمه على نائبه على مواطنه تونسيه بتقوم بايه؟ بتصويره. يعني هي بتعمل ايه؟ بتصور، مش عملت حاجة تانية، يعني شتمته ولا ضربته ولا عملت حاجة، مجرد انها بتصوره. بص الاعتداء، ركزوا على الاعتداء، ركز، ده واحد ميليشيا الاخوان من ميليشيا حزب النهضة الاخواني طبعا. بص الاعتداء، بص الميليشياوي اسمه ناجي الجمل، ده من ميليشيا راشد الغنوشي. الاعتداء على مواطنة تونسية، والعالم لسه من كام يوم بيحتفل باليوم العالمي للمرأة ونحتفل بعيد الأم، ويأتي نائب من حزب النهضة الإخواني يضرب نائبة تونسية، يضرب مواطنة تونسية زي ما حضراتكم شايفين كده.
شايفين؟ عشان تعرف هذه هي حقيقة الإخوان. دول عصابة، ما تتعاملش معاهم على إنهم دول بني آدمين، عصابة. يا أنت معاه حبيبه، مش معاه تبقى ضده تستحق القتل. ولو قدامك أهو، بص بص الأداء، شوف الأداء، شايف الضرب؟ شايف الضرب؟ شايف الإجرام الإخواني؟ شايف المشاهد دي؟ ما أنتوا شفتوها في مصر، شفنا ده في مصر، بس ربنا أنقذنا ونجانا. كان بيضربوا الناس بناتنا في الشارع كده. اللي حصل عندنا بنشوفه النهارده في تونس، وعار انه ده يحصل، لانه ده لا يمثل الشعب التونسي اللي عمل كده ابدا. زينب، النائبه زينب السفار اللي تم الاعتداء عليها، اللي هي بتصور اهي اهي، بص عمل معاها ايه. شوف الضرب، شوف الضرب، شوف الغل، شوف الكراهيه، شوفوا كراهيه الاخوان البشر. الاخوان دول مش بشر، والله ما بشر، ولا يعرفوا ربنا ولا الدين، عرفوش حاجه. بيتكلم مصلحته، مصلحه حزب النهضه، اقتل اي حد عشان ولا يهمه تونس ولا يهمه دوله، يهمه جماعه. زي في مصر، زي في تونس، زي في الجزائر، زي في افغانستان، زي في اي مكان حول العالم، في اي حته في الارض. شايف النائب المعتدي على مواطنه تونسيه، مش لازم نائبه تونسيه ومواطنه، اعتداء عليها بالضرب أمام الناس كلها. تلك عقيدة الإخوان، هذه عقيدة الجماعة، اقتل من تشاء. ما هو عنده فتوى بالمناسبة، لأن هم دول أعداء، هو هم دول بالنسبة له عدو، مش بالنسبة له عدو، إنها مش معاه ضده فهي عدو. شايفين الضرب، شايفين الاعتداء، جريمة، جريمة. لازم البرلمان التونسي يتحرك ويرفع عنه الحصانة ويتحاكم، لازم يعملوا كده في البرلمان التونسي. ازاي يعتدي على مواطنة بهذه الطريقة الهمجية، او حتى يسبها؟ هي هنا بتمارس شغلها، انها بتصور، لها حق انها تصور. ما نتكلم على الحرية، الاخوان يقول لك حرية، وبعدين لما تيجي عندهم ما فيش حرية. فكروني بالدول الـ31، يقول لك على حق الانسان، وعنده مش فيش حق الانسان، بس هو عايز حق الانسان في مصر، وهو مش شايف جواه. بالظبط بتاع الاخوان كده، بتاع الغنوشي كده اللي قدامك، يقول لك الحرية والحريات، حريات، وانت ما استحملتش واحدة تصورك صورة فيديو، ما استحملتهاش، ضربتها، ضربتها، اعتديت عليها، لم يتحملوا حتى مجرد فيديو يتم التقاطه لهذا النائب الإخواني النهضوي بتاع الغنوشي. اعتداء، جريمة. بصوا الكراهية، بصوا حجم الكراهية، بصوا حجم الكراهية، بصوا الهمجية. خلي بالك الإخوان دول مدربين كلهم، ميليشيات في أي حتة، هو ميليشيا متدرب على ده، يواجه ده. بص الضرب ازاي، يعني أنا الموضوع يا جماعة، شايف شايف؟ وفين فين الرجالة اللي واقفة؟ فين الرجالة بشنبات اللي واقفة؟ فين الرجالة اللي بشنبات اللي واقفة؟ ازاي تسيبوه يضرب كده؟ وازاي ما تاخدوش حقها وهو وانتوا واقفين؟ ازاي؟ ده انا فاكر الواد الاخواني ده اللي اعتدى على السيده المصريه، الشباب اللي كانوا واقفين مسحوا بيه بلاط المنطقه التجمع الخامس، والله يومها مسحوا بيه الارض لمجرد يدوب. الثاني هو الاول، الثاني ملحق من الشباب المصريين اللي كانوا واقفين، وبعد كده شوفوا عملوا فيه ايه. ازاي سبتوه كده؟ ازاي ما واجهتهوش؟ وواحدة طبعا نائبة اكيد تبعهم تاني ولا غيره. طبعا ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه همجية حزب النهضة ده؟ لازم حساب، لازم حساب. عشان كده الناس النهاردة في الشارع، الفيديو ده تقريبا بقاله يوم او يومين تقريبا من امبارح او اول امبارح، عشان كده الناس النهارده نازله بكثافه في الشوارع التونسيه او في شارع الحبيب بورقيبه ضد البرلمان، عشان البرلمان لابد ان يحاسب الهمجيه دي، اللي عمل هذه الهمجيه واللي اعتدى على مواطنه ونائبه تونسيه بالضرب نتيجه لممارسه دورها وعملها، وانه اللي عندها حريه الراي هي عارفه الحكايه دي كويس قوي، فهي بتصور ما عملتش حاجه. شايف حضرتك؟ بوريك بس عشان ايه؟
يعني تشوف الفضيحة حزب الغنوش وفضيحة جماعة الإخوان الإرهابية في أي مكان يبقوا موجودين فيه. الفساد في الأرض يعني الإخوان، في فساد يعني إخوان، بس هو ده قدامك بوريك، بس تبقى شايف اللي بيحصل حوالينا كمان، حوالينا كمان، لأنه إحنا في الآخر بنعمل إيه؟ لازم نوري حضرتك ما يدور حوالينا، لأنه كلها في الآخر كلها بتوصل لبعضها، بنشوف العالم كمان بيتحرك إزاي وبنشوف إزاي، ووريكم كمان هذه هذه العصابة الإخوانية الإرهابية. بمناسبة العصابة الإخوانية الإرهابية، رمضان اللي جاي إن شاء الله لازم أحيي الشركة المتحدة، لازم أحييهم. ليه بقول أحييهم؟ عندنا ثلاث مسلسلات الشركة المتحدة تنتجهم، الاختيار اتنين، عملنا الاختيار واحد السنة اللي فاتت بطولات قواتنا المسلحة، الاختيار اتنين بطولات الشرطة، وهجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية، والقاهرة كابل أيضا خاص بالأمن الوطني، ملفات المخابرات جهاز الأمن الوطني. يعني ثلاث مسلسلات في رمضان اللي جاي دراما. فالشركة المتحدة بحييهم، لأنه أخيرا بقينا عندك إنتاج، عندك بطولات، فتقوم الشركة المتحدة بهذا الإنتاج الهائل الكبير. الاختيار اتنين، كريم مع عبد العزيز وأحمد مكي، وهو قصة حقيقية كلها كلها. ليه؟ اللي حصل، وده البرومو أستاذ تامر مرسي من يومين ثلاثة عرضه، مخرج طبعا تامر مرسي ورئيس شركة المتحدة أو المنتج آسف، وشركة عملت عمل مهم، إن هي بتدينا وجبات ودرامية وطنية تاريخية اجتماعية كوميديا، وهيبقى على كل القنوات العربية. لما انت يبقى عندك وصلت لهذا الامر، يعني احنا بنتكلم قدامنا 23 يوم، يوم على شهر الفضيل ان شاء الله، كل سنة وحضراتكم طيبين، انتجت قامت بانتاج هذه الاعمال الكبيرة والمهمة، وعملت زي ما بيقول كده قضاء على فوضى. كان عندنا في فترة من فترات فوضى، كل واحد عايز يعمل اي حاجة يعملها، ولكن لا، النهاردة في ضبط لهذا السوق، ونتوسع مفيش مشكلة نعمل توسع، ولكن بقول نعمل ضبط، ولكن كمان بنعمل تنوع. يعني عندنا هتلاقوا الدراما اجتماعية اهلي في الصعيد تاريخية، واعمال وطنية جسدت وتجسد بطولات قواتنا المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والأمن الوطني والتصدي للإرهاب والتصدي للأعداء، أعداء بلدنا. فالاختيار اتنين، والمنتج تامر مرسي، الاختيار اتنين بيحكي هذه العصابة عملت ايه من 2013، من ثورتنا العظيمة، ما قبل الثورة، ما قبل الثورة، التجهيز لثورة 30 يونيو العظيمة، حتى العام الماضي. بيروي المسلسل الاختيار اتنين ما جرى، يعني جزء من ما جرى. بالمناسبة مشاهد كثيرة مهمة جدا، زي ما حضراتكم شايفين يوم الفض للاعتصام المسلح الارهابي بتاع ربعة، وصوروا في الموقع، بالمناسبة كانوا بيصوروا من فترة في الموقع في نفس المكان، وزي ما بقول لحضراتكم طبعا التصوير كان في حاجات حقيقية. وأتمنى بعد شوية هعرض بعض الحاجات، يكون معنا المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة، لأنه كمان نحييه ونحييهم كلهم. المشاهد إيه اللي حصل في مصر؟ عملوا فينا إيه؟ في بعض المشاهد، وقبل ما يدخل المهندس حسام هعرضها، وأتمنى المسلسل يعرضها. فاكرين، هفكركم بأجزاء مهمة قوي، لما ضحكوا على عقول الناس، الخرافات اللي كانت في ربعة، أتمنى المسلسل يشاور لها أو يعرضها، أتمنى.
هوريكوا كانوا بيعملوا ايه، كانوا بيعملوا ايه، بيدغدغوا مشاعر الناس بحاجات غير موجودة، غير موجودة. تعال اوريكوا الاول ويكون معانا المهندس حسام صالح، بس اسمعكوا، اتمنى اتمنى الاختيار اتنين يكون فيه هذه المشاهد اللي انا هعرضها لحضراتكم الان. عملوا ايه في الناس؟ اسمعوا ركزوا، ما هو في ناس افتكرت انه صحيح، بس ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي المكان ده اهم من الحرم المكي والحرم النبوي؟ ازاي حصل كذا؟ طب اسمعوا الخرافات، واتمنى تكون موجوده في المسلسل عشان الناس تبقى، لكن بعرضها عشان الناس تعرف وتشوف. بذكركم بس بحاجات، هم دول الاخوان. شوف، واريد ان اهنئ هذا الشعب بايام من اعظم ايام حياته، واقول ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه مع اجماع من جمهور العلماء، ان الرباط في هذا المكان وفي هذه الميادين افضل من الاعتكاف في المسجد الحرام وفي رمضان. الاعتصام هنا في الميادين في هذه الأماكن لأنك في حاجة الأمة وفي حاجة الدين وفي حاجة الشريعة أفضل من اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلسا فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرئيس محمد مرسي والحضور، وحان وقت الصلاة فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يصلي بكم الرئيس محمد مرسي. الحمام أسود ولكن في النهاية الحمام الأسود يتساقط، وبعدين 8 حمامات خضراء على الكتف الأيمن فوق بعضهم على كتف الرئيس محمد مرسي، فأولها بأنه سيكمل مدتين إن شاء الله ويتحول حالنا الأرض الخضراء في عهد الرئيس محمد مرسي إن شاء الله. ينصر رئيسه وينصر رئيس وزاره، لان الراجل ده راجل عنده دين، ده نبي من الانبياء والله. ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكه الى المدينه بعد 100 يوم؟ دكتور محمد مرسي شابه نبي الله يوسف من وجه. سيدنا يوسف طلع من السجن للعرش. دكتور محمد مرسي برضه خرج من السجن الى عرش. كان الناس بتصدقهم، كانوا بيقولوا خرافات خرافات. يعني الاعتكاف في ربعة أهم الاعتكاف في الحرم النبوي والحرم المكي، إنه شافوا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى يقدم محمد مرسي يصلي بيهم، إنه سيدنا جبريل شافوه في رابعة، في اكتر من كده ايه؟ ما هم دول، ما هو لا، ما هو ده ما عندوش مشكله يقول، يعني يقول كلام ملهوش علاقه باي حاجه، هو مش بينصر الدين، بينصر الجماعه، بيضحك على الناس بهذا الكلام. اتمنى مسلسل الاختيار اتنين المشاهد دي موجوده. مهندس حسام صالح، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد. اولا تحيه للشركه المتحده، الدراما في رمضان وهذه المشاهد وهذه المسلسلات كمان اللي هي بتقدم بطولات حقيقيه لينا، لكم تحيه. الف شكر يا استاذ احمد، وشكرا لالقاء الضوء على المسلسلات. نقدر نتكلم النتيجه ايه اللي احنا بنعمله النهارده واهميه هذا الامر ان احنا اعاده الرياده للدراما المصريه اليوم من خلال الشركه المتحده. الحقيقه ان يعني هو ده مش عمل بدأ النهارده، ده عمل بدأ من أكتر من سنة دلوقتي لو حضرتك متابع للدراما في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا.
هتلاقي ان الشركه المتحده برئاسه الاستاذ تامر مرسي حضرتك ذكرته من قليل برئاسه الاستاذ تامر مرسي طلعت التوجيهات المختلفه من لجان اللي بتبص على الدراما وبتبص على النصوص المعروضه بحيث ان يبقى اختيار النص المعروض متلائم مع الظروف اللي البلد كلها بتسعى اليها. احنا بنسعى لنهضه البلد، بنسعى لان البلد تتقدم لقدام، وفي نفس الوقت ما ننساش كل ما حدث زي ما حضرتك عرضت من شويه. فهتلاقي ان الدراما كلها بتدور في الاتجاهات دي. طبعا لا ننسى اهميه الترفيه واهميه الكوميديا واهميه ان يكون في نصوص بالشكل دوت، وطبعا ان احنا يكون عندنا اكبر عدد من النجوم المصريين موجودين على الشاشات المصريه، اضافه الى اشتراك اكتر من شركه من شركات الانتاج المصريه في ان هي تنتج هذه الاعمال. عندنا كم مسلسل السنه دي المتحده خلصتهم؟ الحقيقه يعني مش عايز اقول العدد طب التنوع العدد اللي قنوات مصريه بتعرضه من انتاج المتحده ومنتجين اخرين بتتعاون معاهم المتحده ان احنا عندنا حوالي 20 عمل. 20 بس في تجربه جديده السنه دي احنا بنعملها، هي تجربه ال 15 حلقه. ودي كانت توجيهات من الاستاذ تامر مرسي، وحضرتك عارف هو في الانتاج في الدراما دي يعني متبحر فيها جدا. فكان التفكير ان احنا نطلع بموديل جديد. الموديل الجديد بيقول ايه؟ بعض المشاهدين بيقولوا ان في بعض المسلسلات بيبقى فيها تطويل او فيها حاجات زي كده، فعاملين مسلسلات كامله عباره عن 15 حلقه، يعني بعد 15 حلقه ينتهي المسلسل بالكامل ويبدا مسلسل اخر 15 حلقه. عندنا اربع اعمال السنه دي من 15 حلقه. وبالتالي لما بقول ان هم 20 ممكن يكون كل اتنين بواحد في الحته دي. لكن هجمة مرتدة لاختيار قاهرة كابل دول من كل دي مسلسلات من 30 حلقة من 30. طوال شهر رمضان. الاختيار اتنين اللي حضرتك ألقيت عليه الضوء من شوية أحداثه بتتكلم على بطولات ما نسميهم رجال الظل أو رجال أجهزة أمن الداخلية في حماية الوطن والمواطنين من الأعمال التخريبية والإرهابية الخطيرة. وبيتعرض للفترة الزمنية من 2013 لحد 2020 ملفات حقيقية وبيتم الكشف عنها لأول مرة في هذا المسلسل بتفاصيل وبأحداث كتيرة قوي وطلع في شكل درامي جميل. طبعا لأول مرة حاجة بتقول لي لأول مرة في أحداث هيتم الكشف عنها. في أحداث في ملفات حقيقية. حضرتك عارف الأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية كلها كل الملفات اللي عندها ملفات مليئة بالبطولات. والحقيقة إن لما بيكون الأجهزة الأمنية بتتكلم مع الأستاذ تامر مرسي على هنحط قد إيه أعمال السنة دي، الحقيقة بيبقى عندهم زخم كبير جدا من الأعمال اللي بتبقى عايز يعني أخد ده ولا أخد ده ولا أخد ده. لأن عندهم أعمال كتيرة الحقيقة، والحقيقة إن هم لا يبخلوا بان هم يدونا تفاصيل عشان خاطر نقدر نشتغل بيها. في حاجه خاصه بالشهيد محمد مبروك في المسلسل؟ انا مش عايز احرق بقى المسلسلات. يعني انا عارف ان حضرتك طواق الى انك انت تاخد مني تفاصيل، بس الحقيقه انا مش عايز احرق التفاصيل لان يعني عارف لما اقول لك ان كل عمل انا شفت اياد نصار بيتكلم ان انا هشهد في قضيه كبيره تخابر، فهو محمد مبروك اللي شهد في قضيه كبيره. والله يعني هنشوف مع بعض اكيد. هنشوف مع بعض اكيد. امير كرارة ظاهر في الاختيار اتنين فعلا؟ ما تخلي الحاجات دي مفاجآت للناس. طب نعم ام لا؟ لا لا لا، خلي المفاجآت، خلي الحاجات دي مفاجآت مفاجآت. هجمة مرتدة أحمد عز هند صبري. هجمة مرتدة إن شاء الله إن شاء الله يكون عمل يعجب الناس كلها. هجمة مرتدة هو من ملفات المخابرات العامة المصرية، وبيتكلم على يعني البداية بتاعته بتتكلم على أهم الأحداث اللي عدت في المنطقة العربية من الوقت بتاع الحرب العالمية.
التانية، وبيدي بيلقي الضوء على التطورات اللي حصلت في الخريطة العالمية في الوقت ده، انهيار الدولة العثمانية، اتفاقية سايكس-بيكو، انهيار القوى العظمى القديمة، وبياخد حركات الاستقلال العربي المختلفة، تأميم قناة السويس طبعا، وبعدين بيلقي شوية ضوء على الصراع العربي الإسرائيلي 48 56 67 73 معاهدة السلام، وبياخد برضو بيروح ببعض الحاجات إلقاء الضوء على الحرب العراقية الإيرانية وهكذا. هايل. وطبعا يعني حتى مش عايز اقول لحضرتك قد ايه في تفاصيل كتيرة موجودة جوه هذا المسلسل. لحد امتى؟ نعم يعني جاي من الحرب العالميه لحد الثانيه لحد امتى؟ يعني لحد دلوقتي، لحد دلوقتي لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها 2005 لحد 2021 2005 يا فندم 2005 بعد كده بقى ممكن يعني مع الوقت اللي جاي لسه عندنا كام يوم قبل رمضان ممكن تلاقي احداث يعني صورته لحد 2005 ان شاء الله. هايل. لكن هنوصل لحد 21 ولا حد 20؟ ما اقدرش اقول لك حاجه زي كده، ما اقدرش اقول زي كده. في حاجات خارج مصر يعني في تصوير خارج مصر؟ في تصوير ممكن تلاقي حاجات خارج مصر، بس حضرتك عارف طبعا ان ظروف السفر في ظل جائحه كورونا ما كانتش بتتيح سفر كثير، انما طبعا في المسلسلات بتاعتنا بصفه عامه في بعض المشاهد المتصوره مش مصر. القاهرة كابل. نعم ده ايضا ملفات الـ الامن الوطني. القاهرة كابل هو مسلسل يعني نتوقع ان هو يكون ليه صدى كبير عند المشاهد زي بقية المسلسلات، انما بيتعرض ليه ملفات الناس هتحب انها تتفرج عليها وتحب انها تشوفها، لان احنا بنتكلم على حاجات عادية، احنا بنتكلم على الحتة بتاعت الارهاب اللي كان بيستخدم ما يسمى بالاسلام السياسي ستار له، فهيبقى فيه حاجات كتير قوي فيها مشاهد مهمة قوي، ممكن يكون في بعض الناس ما حضرتش هذه المشاهد زي ليلة مقتل الشيخ الذهبي. في بعض الحاجات مش موجودة، التفاصيل بتاعتها ما كانتش موجودة 77، فهيبقى في تفاصيل لهذا لأحداث زي كده. نعم. بتلقي الضوء على التنظيمات التكفيرية الإرهابية في جزء كبير من موضوع بيتكلم على تاريخ الإرهاب، أحداثه المهمة كويس، وبياخد الموضوع في صورة الخط المتصل، لأن في بعض الأحيان من الأحداث بتحصل متقطعة، الأشخاص العاديين مش بيعرفوا يربطوا ده ببعضه، فيمكن في المسلسل ده معمول التربيط بين الأحداث والمختلفة اللي زي ده. كم فنان وفنانة مشاركين في كل مسلسلات رمضان؟ يعني عندنا عدد تقريبا قد إيه؟ معرفش عدهم. ما نعرفش نعدهم. لكن كله اشتغل السنة دي. أقدر أقول إن المشاهد المصري والعربي هيستمتع بكوكبة كبيرة من النجوم، لأن واحدة من الخطوط اللي برضو اتحطت من 2019 في الدراما اللي بنقدمها في الشركة المتحدة، الأستاذ تامر مرسي حط خط كده بيقول إن إحنا المسلسلات بتاعتنا كلها بتلاقي ليها مجموعة أبطال، فأنت في كل مسلسل بتلاقي 4 و5 و6، قد يتصدر المشهد 2 أو 3، إنما هتلاقي وراهم صف كبير من النجوم، يمكن أكتر من 10-15 نجم في كل مسلسل، كلهم بيؤدوا أداء عظيم جدا. مهندس حسام صالح بشكرك، وكل التحية لكم جميعا في الشركة المتحدة، وزي ما بقول كده لأعمال رمضان اللي هي بتجهز دلوقتي، بنتكلم على مسلسلات في كافة يعني ترضي زي ما نقول كده كل المشاهدين في كل مكان، اللي عايز يتفرج على مسلسلات خاصة بيه
المخابرات العامة هيلاقي، الأمن الوطني هيلاقي، الداخلية والأمن المركزي وغيره هيلاقي، اللي عايز يتكلم على حاجات اجتماعية عندنا صعيد وغيره هيلاقي حاجات فيها طبعا يعني مختلفة هيلاقي. وبالتالي يعني كان مهم ان احنا ايضا حاجات كوميدية هيلاقي في رمضان، شهر رمضان الكريم، وكل سنة وحضراتكم دايما دايما بألف خير. المسلسل الاختيار ده هيكون مسلسلات المهمة جدا، وفي بقول لحضراتكم احداث زي ما قال لنا المهندس حسام صالح احداث كثيرة وكلها واقعية وكلنا عشناها بالمناسبة، كلها عشناها، كل اللي حضراتكم تابعتوه اللي شفتوه بس لأول مرة قال إن هناك مشاهد أو في ملفات هيتم الكشف عنها لأول مرة في هذا المسلسل الاختيار 2، لأول مرة هيتم الكشف عنها في هذا المسلسل. فهنتابع طبعا زي ما بلاحظكم بيكون مهم أيضا. نروح كمان لأسترازينيكا ومصر واللقاحات، دكتور أشرف حاتم. سيادة الوزير أولا مساء الخير على حضرتك. أهلا مساء النور، أهلا أستاذ أحمد، إزي حضرتك؟ أو الأدوية الأوروبية أكدت على أنه ما فيش أي مشكلة وهو آمن وفعال، ده بيعني أيضا اللي حصل الأسبوع اللي فات من التشكيك في أسترازينيكا؟ بص عليك، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدواء الأوروبية وقبليها برضو هيئة الدواء المصرية والاف دي اي الامريكية، كل دول بيأكدوا ان ايه، ان التطعيم بتاع أسترازينيكا فعال وامن، فما فيش فيه مشكلة خالص في استخدام هذا التطعيم في مصر او في اي دولة اخرى او في الدول الاوروبية. حتى الدول الاوروبية اللي كانت وقفت الاستخدام الطعم في الأسبوع الماضي كلها ابتدت ترجع تاني، زي ألمانيا، زي إيطاليا، زي إسبانيا، فرنسا كمان ترجع تاني، وفرنسا كمان. أنا ابني فرنسا طعم بأسترازينيكا، أنا شخصيا طعمت بأسترازينيكا في مع الأطباء الصدر يعني ومع والفريق الصحي، فأسترازينيكا آمن تماما. وكل التطعيمات اللي موجودة في مصر سواء أسترازينيكا سواء التطعيم الصيني ساينوفارم وساينوفاك الثاني الاخ الصيني الثاني والتطعيم الروسي اللي يمكن ان شاء الله يبقى موجود في مصر بعد كده، كل دول امنين تماما. سبوتنيك في سبوتنيك كمان هيبقى قريب في مصر ان شاء الله. امبارح جالنا 300,000 جرعه من ساينوفارم الصيني هديه ايضا. تمام، دلوقتي اعتقد وصلنا اكتر من 600,000 تقريبا. تمام، وهي معالي الوزيرة أعلنت امبارح إن احنا قبل آخر الشهر على 30 مارس إن شاء الله هيبقى عندنا كمان 3 مليون جرعة سواء من أسترازينيكا أو الساينوفارم. نعم، سيادة الوزير، التطعيمات عندنا بمعدل إصابات قليلة ولا معقولة؟ يعني بخبرة حضرتك، بوجود حضرتك كرئيس أيضا لجنة صحة في مجلس النواب، خبرة حضرتك كوزير صحة سابق ودكتور يعني طبيب شهير معروف، ده قليل؟ احنا بلد قليل عدد التطعيمات فيها لحد النهاردة، ده قليل جدا يا أستاذ أحمد. احنا نأمل ان احنا يعني قبل آخر السنة نكون مطعمين على الأقل 50 مليون مواطن عشان نوصل لما يسمى المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع، لأن هو ده الحل الأكيد للخلاص من هذا الوباء العين. قبل نهاية السنة دي 50 مليون نطعمهم؟ يعني يكون وصل لنا 100 مليون جرعة زي ما أعلنت الدولة، زي ما أعلنت وزيرة الصحة وهيئة الشراء الموحد، إن إحنا فعلا تعاقدنا على 100 مليون جرعة. بس مهم قوي كمان إن إحنا اللي بيجي لنا بقى نخلصه والتطعيم يبقى أسرع من الإيه، من الوتيرة اللي موجودة دلوقتي. كام العدد؟ كام واحد لحد دلوقتي؟ احنا برضو انا مش يعني ما اقدرش الارقام بتاعنا وزارة الصحة، احنا كل يوم بيطعم يعني ما بين 1500 ل 2000 شخص. ده لسه ده عدد قليل جدا. لو احنا يعني شفنا جارتنا اللي هي اسرائيل طعمت خلاص التطعيم الاول خلاص 100% من الشعب الاسرائيلي تقريبا الطعم الجرعة الأولى. الإمارات برضو أكثر من 50% من الشعب الطعم. أمريكا قررت إنها قبل 1/5 هيبقى عندها أكثر كل من هم فوق 40 سنة هيكون الطعام في مايو.
انجلترا نفس الكلام. اوروبا عندها مشكله طبعا وحضرتك عارف، لان عندها مشكله في توفير اللقاحات اتاخرت شويه، فهم دول هيتاخروا شويه برضو زينا شويه لحد اخر السنه دي. بس بنتكلم على ان احنا على اخر السنه لازم يكون 50% من الشعب او 50 مليون واحد، عشان احنا عندنا تقريبا الاخرين المصابين بالكورونا او اللي جالهم كورونا مش محتاج انه يطعم، لو احتاج هيحتاج يطعم جرعه واحده فقط. سيادة الوزير معلش، ولا وان انا هسال حضرتك هذا السؤال معلش، الجرعات اللي جت كلها الرئيس اتصالات مع الرئيس الصيني عشان يبعتوا لنا 600,000 جرعه، والجزء الاولاني كان جالنا هديه من الامارات، يعني لحد دلوقتي الحاجات بتاعتنا لسه ما جاتش. يعني ما كانش الرئيس علاقات، ما كناش اتطعمنا لحد النهارده، مش كده؟ الحقيقه النهارده هي علاقات مع ايه؟ مع الدول وعلاقات مع الشركات، يعني علاقات مع دوله الصين والامارات، عشان كده عندنا التطعيم الصيني اللي هو برضو بينتج وبيمول من دوله الامارات، والعلاقات مع شركه استرازينيكا نفسها عن طريق ان مصنعها اللي هو في الهند سيرام انستيتيوت، ومصنعها اللي في كوريا اللي هو المصنع الاخر. ولكن لسه لحد النهارده لسه لم ياتنا اللي هم تعاقدنا عليه فعلا عن طريق هيئه الشراء الموحد مع اللي هو التحالف الدولي للقاحات ومنظمه الصحه العالميه، لم ياتوا، وده بسبب تلكؤ الشركات الاخرى الشركات العالميه في توفير ده لمنظمه الصحه العالميه والتحالف الدولي. حقيقه انه لقاح مصري وفي ابحاث بتتم خلال الفتره القادمه، حقيقه هذا الكلام اللي احنا كمان بقالنا كام شهر بنسمع هذا الكلام، ولكن على الارض لسه ما عندناش حاجه في ايدينا، ايه الحقيقه؟ لا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان احنا عندنا اربع لقاحات كانوا موجودين في مصر في مرحله طور ما قبل الإكلينيكي، وده في المركز القومي للبحوث، أحدهم خلاص وصل للمرحلة الإكلينيكية وبدأت فعلا التجارب السريرية الإكلينيكية عليه، لكن احنا نتكلم على شهور. يعني نتكلم على ما بين 6 شهور لـ9 شهور على ما تنتهي هذه التجارب الإكلينيكية السريرية، ثم يعلن ان هو آمن وفعال، ثم يتم طرحه في الأسواق ان شاء الله لو كان كده، لان هو بنفس التكنولوجيا بتاعت التطعيم الصيني اللي هو الفيروس المثبط او اللي بيسموه الميت. نعم، احنا بنتكلم على قبل نهايه هذا العام مثلا او بدايه العام ان شاء الله. ان شاء الله يعني لا يعني كتير اخر نهايه هذا العام تكون التجارب السريريه بتاعت اول طعم اول تطعيم مصري تكون خلصت التجارب السريريه وتكون النتائج بتعلن ان شاء الله وبتنشر في الدوريات العالميه. دكتور أشرف حاتم بشكرك شكرا جزيلا من لندن. دكتور ضياء كامل أولا مساء الخير على حضرتك. أهلا مساء الخير أستاذ أحمد وأهلا بالسادة المشاهدين. أوروبا خلاص رجعت في كلامها بعد ما أوقفوا أسترازينيكا، بدأوا يعودوا كمان لاستخدام أسترازينيكا، ولكن النهاردة بيتكلموا على لابد الاتحاد الاوروبي ياخد الكميات اللي هو عايزها من شركات المصنعة لأسترازينيكا. العودة ماذا تعني بالنسبة لبريطانيا أو جامعة أكسفورد، وأيضا ماذا تعني بالنسبة للوضع الصحي في الدول الأوروبية؟ نعم طبعا هو كان في أقاويل كثيرة بالنسبة للقاح أسترازينيكا. هو شركة أسترازينيكا هي شركة بريطانية سويدية، بس طبعا فيها أكثر سوق لبريطانيا عشان جامعة أكسفورد هي اللي اخترعت اللقاح. طبعا اللقاح اتأخر لوصوله لأوروبا 3 شهور عن بريطانيا، وهي دي كانت بداية المشكلة، لأن بريطانيا تعاقدت على اللقاح قبل 3 شهور أو 6 شهور كمان من الاتحاد الأوروبي. وطبعا حضرتك عارف أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي مع بداية هذا العام، فكان صعب أن الشركة تدي لأوروبا قبل بريطانيا، ودي عملت مشكلة. ولكن طبعا حصل أقاويل أن اللقاح ممكن يسبب غلطات، ولكن هذا كان كله كلام يعني مش علمي، مفيش دليل علمي ثابت فيه، لأن نسبة الناس اللي أخذوا اللقاح لغاية دلوقتي نسبة الغلطات اللي بتحصل بالمقارنة بالناس اللي هي ما خدتش اللقاح نسبة ضئيلة جدا، ولا يوجد أي دليل علمي إن هو يكون طبعا غلطات. حضرتك نجد إن في بريطانيا في تقدم كبير قوي في الخروج من الأزمة عن الاتحاد الأوروبي. في دول تانية في أوروبا دلوقتي ممكن تظهر فيها كمية كبيرة من الحالات زي إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا ممكن تكون هي تخرج من الأزمة بسهولة جدا،
والسبب الرئيسي لكده هي الخطة التطعيمية اللي عملتها بريطانيا على نطاق واسع مع استعمال لقاح فايزر وأسترازينيكا. الكلام ده يقول لنا أن اللقاح أهم شيء من خروج الأزمة مع التباعد الاجتماعي طبعا. دي مهمة جدا لأوروبا لأن أوروبا لازم تخرج يعني في نفس المواكبة، ولكن أعتقد أن أوروبا هتتأخر كام شهر عن بريطانيا. السبب الأساسي اللي هم ما خدوش الجرعات الكافية، في دول مثلا 10 بالضبط في العالم هي خدت أكتر الجرعات من أسترازينيكا وفايزر وموديرنا اللي هم أكتر لقاحات المعهودة، ثم دول أخرى طبعا خدت اللقاح الصيني واللقاح الروسي. أعتقد دي نقطة مهمة جدا لأوروبا أنها توافق تاني على استخدام لقاح أسترازينيكا. بنجد أن في يعني ناس سياسيين كبار جدا حتى في أوروبا بدأوا يوروا أن هم هياخدوا لقاح أسترازينيكا، لأن حسوا أن هم عملوا خطأ أن أعلنوا أنه ممكن يعمل غلطات وخوف الناس. الموضوع ده خوف الناس بنسبة كبيرة. فمثلا رئيس وزراء فرنسا دلوقتي بياخد اللقاح أسترازينيكا على العلن مع رئيس وزراء بريطانيا، فده شيء طبعا يدل أن اللقاح آمن وفعال بنسبة كبيرة جدا. إيه الأسباب اللي خلت البعض يشكك في لقاح، وبالتالي العالم كان كله محتاج إنه دعم هذه اللقاحات عشان ما نعملش عملية تخويف؟ مسألة إيه اللي دفع البعض الدول إنها تشكك؟ حتى لسه النهاردة رئيس وزراء الباكستاني أصيب بعد ما أخذ أول امبارح لقاح، أصيب النهاردة بكورونا. هو غالبا بيكون الحالة دي ان هو يصيب قبل ما ياخد اللقاح. يعني هو كانت مثلا صدفة ان خد اللقاح، لان حضرتك تعلم ان عشان يعني الفحص عن الفيروس بيكون بعد 4-5 أيام بعد الإصابة. فغالبا هو خد الإصابة وبعدين خد اللقاح، فكانت صدفة غريبة طبعا ان هو خد اللقاح بعد ما خد الإصابة وظهرت عليه الأعراض الإصابة طبعا. اللقاح طبعا أثبت إن هو أو معظم اللقاحات أثبت فعاليتها بنسبة كبيرة جدا. الخطة إن هي اللقاحات مثلا ممكن تدي مناعة بنسبة 60-70%، وده جرعتين، معظم اللقاحات بتاخد جرعتين، الجرعة الأولى والجرعة الثانية بتدي حوالي 90%، دي معظم. ولكن التخوف بدأ مع حالتين بصراحة في الدنمارك والنمسا، ان الحالتين دول كانوا لسيدات خدوا اللقاح وجالهم جلطات في الاورده طلعت على شكل تصمم رئوي او جلطه كبيره في الرئه وتوفوا. ولكن دي كانت صدفه برضو بحته، لان لو حضرتك مثلا بتكلم على الباثولوجي اللي هو تخصصي، اكبر نسبه للوفاه في كل الناس اللي هي امراض القلب والتصمم الرئوي او الجلطه الرئويه اللي بتيجي في الشريان الرئوي، دول هم اكتر سببين للوفاه. هم قارنوا 17 مليون او 18 مليون اوروبي خدوا لقاح استرازينيكا، لقوا فقط 35 شخص هم اللي جالهم جلطات. لو قارنا 17-18 مليون نفس العدد للناس اللي هي ما خدتش لقاح، هنجد مثلا الجلطات بتحدث بنسبه على الاقل 150 او 250 حاله جلطات. يعني حاله الجلطات في الناس اللي ما خدتش لقاح ممكن تكون اكتر جدا من الناس اللي اخذت اللقاح. هو ده كان الموضوع تشكك يعني، ولكن علميا لا يوجد دليل. وفي نفس الوقت الدراسات بتقول ان نسبه ان الانسان العادي ان هو يصاب بكورونا وممكن حتى يموت بكورونا بتكون ليها مخاطر جامده جدا عن نسبه ان هو لو خد اللقاح وعمل مناعه اجتماعيه وان هو ما جالوش المرض. فاحنا دلوقتي قدام جائحه كبيره جدا. الدراسات بتقول ان حتى لقاح استرازينيكا اللي هو كان عليه اخاويل وهو لقاح فعلا فعال وامن جدا، يعني الفائده بتاعته بتضاهي اي نوع من المخاطر اللي هو لا تكون موجوده. ده كله يعني صدفه بحته يعني. لو يعني بخبره حضرتك وبالتحليل ومتابعه حضرتك انه اللي بياخد اللقاح بيكون المسألة بالنسبة له أفضل كثيرا، خاصة بعد النهاردة سواء الصحة العالمية أو وكالة الأدوية الأوروبية منحت هذه أو هذا الدعم الكبير لأسترازينيكا، محدش بعد كده هيطلع يشكك فيه. بالضبط طبعا. يعني هو دلوقتي لو احنا قارنا حتى بالدول قدامنا، يعني مقارنة بسيطة جدا، أوروبا الدول أوروبا زي فرنسا وإيطاليا بريطانيا لغايه دلوقتي طعمت حوالي 30 مليون شخص. في فرنسا في حوالي خمس العدد دوت هو للطعام.
نجد أن بريطانيا بتطلع من الأزمة وفرنسا وإيطاليا بترجع ليها الأزمة تاني. فده الدليل القاطع أن السبب الرئيسي في كده هو اللقاح اللي كان متاح في بريطانيا. لقاح فايزر وأسترازينيكا وموديرنا. معنى كده أن اللقاحات دي فعلا فعالة والخطة اللي عملتها الحكومة الإنجليزية كانت فعلا فعالة. يعني ده هو الدليل القاطع اللي يثبت. لو في ناس طبعا في دول في افريقيا وكده ما خدتش لقاحات خالص ممكن يجي لها المشكله الفيروس ممكن يتحور ممكن يجي لها فيروسات ثانيه مختلفه فدي بتزيد فرصه الاصابه. اما اللقاحات اثبتت حتى كتير منها من اللقاحات ان هي بتغطي الطفرات اللي حصلت لحتى الان حتى بنسب متفاوته مثلا مش بنفس النسبه زي الفيروس الاصلي. يعني الفيروس الاصلي مثلا بتغطيه بنسبه 90% اما الطفرات اللي حصلت او السلالات الجديده اللي حصلت بتغطيها بنسبه 70 او 60 او 50% برضو دي نسبه محترمه جدا ممكن تخرجنا من الازمه ويعني نسبه مفيده للمجتمع ان هو يطلع من الازمه الموجوده. طبعا بشدد الكلام ده كله مع التباعد الاجتماعي ولبس الكمامه لغايه ما نخرج ان شاء الله. في النهارده كلام منشور وعايز ايضا تاكيد او نفي من حضرتك انه الكورونا تحورت او هذا الفيروس تحور الاف المرات، هل الكلام ده دقيق علميا؟ هو الـ طبعا اتكلمنا على النوع الفيروس ده اللي هو الحمض النووي اللي هو ار ان اي فيروس المحادي بيتغير بنسبه كثيره جدا، اعتقد نسبه يعني الاف المرات دي مبالغ فيها شويه. هو لو اخذنا مثلا من الحمض النووي الار ان اي فيروس زي الانفلونزا ده بيحصل له طفرات الاف المرات في كام سنه فعلا. لو خدنا نفس العيله اللي هو مثلا اللي هو فيروس الايدز ده بيتغير مثلا بنسبه برضو يعني متوسطه. اما فيروس كورونا هو يعني التغيرات اللي بتحصل في كورونا هي تغيرات كتيره ولكن مش بنفس النسبه اللي بتحصل في فيروسات البرد او فيروسات الانفلونزا. هو بين الفيروس الايدز وفيروس البرد او الانفلونزا هو في الوسط يعني. طبعا الفيروسات الار ان اي فيروس ديت لما بتخش الجسم بتغير نفسها داخل الخليه فالتغيير دوت هو اللي بيحصل فيه الطفرات. اما الفيروسات اللي فيها دي ان اي بتخش بتعدي الحمض النووي نفسه وبتنسخ نفسها على طول ما بتحتاجش تغيير. فالتغيير اللي بيحصل في النسخ هو اللي بيؤدي الى طفرات في قاعده الحمض النووي فبيحصل طفرات كتير. اعتقد اتغير لغايه دلوقتي ممكن عشرات المرات بالكتير قوي، ما اعتقدش ان هو الاف المرات، طبعا الاف المرات دي مبالغه فيها جدا. لغايه دلوقتي التغيرات طبعا بدات زي ما عرفنا الطفره البريطانيه بتصيب الشباب الاكثر، الطفره الجنوب افريقيه كانت مقلقه في بريطانيا احتووها، في الطفره بتاعت البرازيل وامريكا اللاتينيه طبعا دي طفره قالوا ان هي اللقاحات ممكن ما تاثرش فيها كتير. ففي طفرات مقلقه جدا بصراحه ودي ممكن تاثر في اللقاح في المستقبل اللي لازم اللقاح يتغير عشان يواكب الطفرات. دكتور ضياء هل واحنا ان شاء الله يعني 23 يوم ان شاء الله وداخلين على شهر رمضان، هل في ارتباط ما بين ان انا لو انا صايم اخذ لقاح او ما اخدوش، هل في ارتباط بهذا الامر؟ ما فيش اي ارتباط بالصوم او اللقاح. يعني هو بالعكس الصوم تقريبا بيقلل الوزن وبيزود المناعه بيخلي المناعه كويسه بيخلصنا من الدهون. يعني بالعكس الصيام يعني المفروض ان هو مفيد. بس لو طبعا لو الناس اللي هم خدوا اللقاح وجالهم تفاعل في الجسم او حساسيه اعتقد ممكن يفطروا لان دي رخصه ان هم لو جالهم يعني مضاعفات اللقاح. ما اعتقدش ان في تاثير خالص. طبعا انا ما عنديش خلفيه دينيه ان انا اقول لا مثلا هل على ديني، انا بتكلم على علمي على العلميه طبيا ما فيش تداخل جدا بين اللقاح خالص بين اللقاح وبين بين الصيام. يعني ممكن لو انسان ياخده حتى في بعد الافطار ما اعتقدش فيه مشكله خالص، بالعكس هيكون فعال وكويس جدا وممكن يكمل صيام. دكتور ضياء كامل بشكرك شكرا جزيلا وبنسعد بوجود حضرتك معانا. كام يوم اللي فاتوا كنا بنتكلم على جو بايدن لما وصف بوتين الرئيس الروسي انه قاتل، وبعد كده سألوا جو بايدن وقالوا له هل انت تقصد؟ قال لهم اه، يعني اللفظ ده قال لهم اه انه مصر عليه.
فرد الرئيس الروسي، الرئيس الروسي معلم كبير يعني خبير يعني خبرة كبيرة ورجل يعني عنده سنوات طويلة بسم الله ما شاء الله، قبلها رئيس المخابرات الروسية كل شيء، وقال لك أنا أعرف جو بايدن ونعرف بعض كويس قوي، ووجه له رسالة قوية جدا. ما خلي بال حضراتكم برضو رؤساء الدول إيه المناكفة، وأنا بتكلم على بلدين، البلدين الكبار، البلدين اللي عندهم أسلحة نووية، أكتر بلدين عندهم سلاح نووي أمريكا وروسيا الاثنين، وأكبر بلدين عندهم خلافات وصراعات بينهم وبين بعض. وظهر في كلام رؤساء، يعني عمرك ما تشوف كده حد يطلع يتهم رئيس دولة بالشكل ده، إلا لو واحد يعني ملوش في أي شيء يعني، يعني ما يعرفش أي حاجة في السياسة يعني، إنه في دولة، في دولة، أنت لما بتكلم على رئيس دولة بتكلم مش على الرئيس، الرئيس مش يمثل نفسه، الرئيس ده شعبه اللي جايبه، سواء في انتخابات أو ما فيش انتخابات، هو في الآخر شعبه اللي جايبه. فيبقى توجه إهانات لشعب زي ما قال الروس، قالوا إنه دي إهانة للشعب الروسي مش للرئيس بوتين، لا، لينا إحنا كلنا كشعب، وكله رد، رد، وكله عمل الواجب اللي عليه. فطلع بوتين رد، رد إيه؟ أولاً قال جو بايدن ما معناه كده، خلي بالك من صحتك، يعني ايه بدعوله كده ربنا يديله الصحة. الكلام ده امتى؟ يوم الخميس امبارح جو بايدن طلع الطيارة بتاعته، وكأنه بتكلمكم بجد، يعني الخميس بوتين طلع يرد، كان رايح تقريبا يحضر احتفال عاملينه عشان قرم وضمتها روسيا، واحتفال كبير حاجة يعني كده، مش عايز اقول لكم التصوير ايه والشغل ايه والاضواء ايه، وحاجة جامدة جدا، روس زول كمان جامدين يعني. وانا بالمناسبة من الناس اللي بحب الروس، يعني بحب انا بحب الناس اللي يحبونا، بحب الناس اللي يحبونا، دولة تحبني بحبها. روسيا بالمناسبة من البلاد اللي ما كانش عندنا مشاكل معاها، روسيا من البلاد اللي ما بتدخلش في شؤون الدول، خلوا بالكم، روسيا من الدول اللي هي لا تتدخل في شؤون الآخرين، عندها ثبات، عندها موقف، عندنا علاقات ممتدة مع روسيا، ما تغيرتش العلاقات على فكرة، ما تغيرتش. والرئيس بوتين كمان علاقته قوية جدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيحب مصر جدا جدا، فأنا بالتالي بحب الروس من الآخر يعني، ومن يحب مصر بحبه، واللي يقف مع بلدي أقف معاه وساعده وادعمه، اللي يقف ضد بلدي أنا ضده طول الخط أيا كان، تاني أيا كان، ده مبدأ هتقدر تغيره ما تقدرش تغيره، دي فيها كذا ما فيهاش. لعيب اللي بيقول الكلام اللي عارف بيقول ايه، قال له صحتك الاول. اسمعكم رد الرئيس الروسي بوتين على كلام جو بايدن، شوفوا. теперь что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. هنا ايه حاجات اللطيفه، الرسائل اللي هي كده، انا قاعد في كريملين والمكتب بتاعي وانا بوجه رساله رئيس دوله عظمى، بوجه رئيس دوله عظمى، ولكن رايح لابس الكاجوال والفرو الجميل والشياكة والجمال، ورايح بقى الاحتفال. فسألوه عايز تقول ايه، قال لهم والله انا عايز نعمل لقاء على الهواء مباشرة، يعني انا عايز جو بايدن نتكلم مع بعض كده، بس ايه على الهواء، عبر الفيديو كونفرنس على الهواء نتكلم مع بعض. بالمناسبة الروس بدأوا يشتغلوا على كلام الرئيس، يعني الخارجية الروسية بدأت تشتغل وخاطبت الخارجية الأمريكية، وعايزين نعمل المناظرة اللي طلبها الرئيس بوتين، ويلا نشتغل، ايه رأيكم نعمل ايه؟
ده اول خلوا بالكم ده طلب غريب جدا. بوتين لما قال كده متاكد ان جو بايدن لا يمكن يعملها. وانا بقول لكم تحليل الشخص، لا يمكن هيعمل كده جو بايدن، لا يمكن هيقع في نفس المشكله. هو عنده واحد سياسي، عنده خبرات، عنده كذا، عنده كتير يعني. بوتين خلي بالكم لما بيعمل مؤتمر صحفي سنوي بيعمل كل سنه، بقعد اتفرج عليه من اوله لاخره، بيقعد وبيجيب ناس في قرى وناس مش عارف في مدن وناس ايه، ويقعدوا يتكلموا، وبيبقى في بعض السنه اللي فاتت يمكن واللي قبلها عازم مصريين، بيعزم ناس كتير جدا، ويعمل فيديوهات لقاءات كونف هوا مباشر مع مجموعات من الروس في قريه معينه، فيسالوه والناس قاعده في التلج وقاعدين مستنيين لحظه انه يقعد يسالهم، يسالوه ويجاوبهم. وهو قاعد في المؤتمر السنوي ده بقول لحضراتكم بيقعد 5-6 ساعات في اليوم ده، يقعد يسال كل واحد، يسال اللي هو عايزه ويتكلم على كل حاجه جوه روسيا وبره روسيا. فهو ايه يعني، الراجل عنده ال 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 الحنكه السياسيه، ومثقف جدا وقارئ جدا، ويعني بيقول الكلام اللي هو عايز يوصله في اي لحظه. وهو رايح الاحتفال سالوه، شوفوا الرد وهو بيتكلم، بيقول لجو بايدن طب بقول لك ايه، ما تيجي يلا نقعد مع بعض كده ونتكلم، شو انت عملت، طب تعال نتكلم، شوفوا قال ايه. Вот, ну чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения. И более того, вот знаете, сейчас я подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо вот в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран, имея в виду, что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Вот я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходные хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, либо, скажем, в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое удобное для американской стороны время. Я вот прямо сейчас после нашего разговора дам соответствующее поручение Министерству иностранных дел. Разговор, по сути, в прямом эфире. خلص اللقاء ده وادى تعليمات للخارجية الروسية، بدأت الخارجية الروسية تشتغل. عايزين يلا يا جماعة نعمل لقاء على الهواء بين الرئيسين الأمريكي والروسي. أمريكا تقريبا ما ردوش أو مش عايزين يردوا، وقال لك إذا ما ردوش يبقى معناها إنهم رافضين الحكاية. التلفزيون الروسي عمل تقرير مهم جدا. تقرير على الحكاية دي، قصة مهمة. هوريها لحضراتكم قالوا فيها إيه؟ اسمعوا الروس عاملين إيه؟ اسمعوا. يرمي الرئيس فلاديمير بوتين الكرة بملعب جو بايدن، فبعد أن رد على الرئيس الأمريكي يدعوه إلى حديث مباشر أمام العالم. أعتقد أن مثل هذا الحديث سيكون مثيرا لاهتمام الشعبين الروسي والأمريكي، أخذين بعين الاعتبار أننا القوتان النوويتان الكبريان اللتان تتحملان المسؤولية الكبرى عن الأمن الاستراتيجي في العالم. سيكون بإمكاننا الحديث عن العلاقات الثنائية والأمن الاستراتيجي ومعالجة الأزمات الإقليمية ومشكلات تواجه البشرية حاليا، وأقصد أولا جائحة كورونا. أكرر بأن ذلك ممكن فقط شرط أن يكون الحديث صريحا ومباشرا وعلى الهواء. لكن بوتين وقبل ذلك تريث يوما كاملا ليعلق على تصريحات بايدن في الذكرى السابعة للاحتفال بعودة شبه جزيرة القرم للحاضنة الروسية. يذكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي بتاريخ الولايات المتحدة المليء بالدم والعنصرية واستخدامها السلاح النووي في عمل لم يسبقها إليه أحد في العالم. оцениваем других людей.
عندما نقيم الناس الآخرين أو عندما نقيم الدول أو الشعوب الأخرى، فنحن دائما كمن ينظر في المرآة ويرى نفسه فيها، لأننا دائما نحمل الشخص الآخر ماهية أنفسنا في واقع الأمر. أذكر منذ أيام الطفولة عندما نتجادل مع بعضنا في أفنية المنازل، كنا نقول من ينعت الآخر بشيء ما، فإن ذلك من صفاته هو. يؤكد بوتين أن روسيا تعرف كيفية الدفاع عن مصالحها، وأن أي تعاون مع واشنطن وفي أي مجال سيكون وفق الشروط الروسية، وما على الأمريكيين إلا أخذ ذلك بعين الاعتبار. الساعات اللي جاية هتقول لنا الحكاية. الراجل من الآخر جايب كل حاجة من الآخر. هم الروس كده يعني، الروس عندهم مواقف وقال لك احنا كمان نحدد شروطنا، يعني الشروط هتكون روسية مش أمريكية لو عايزين نقعد. قال لك عقوبات، قال لك ما احنا كمان نقدر نعمل عقوبات، أمريكا هتعمل عقوبات، ما احنا عندنا كمان نقدر نعمل عقوبات. هو الأمريكان، هو العقوبات هتؤثر ازاي على روسيا؟ يعني حجم تأثير عقوبات تفرض على روسيا ايه؟ مثلا يأثروا ازاي عليهم؟ وبعدين قال الرئيس جو بايدن خلي بالك من نفسك، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من صحتك. تعالوا نشوف حصل ايه. جو بايدن طلع السلم، سلم الطيارة زي ما حكوا تشوفوا كده. ركز بس، ركز 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 هنا، أيوة اللي بعدها دي، اللي بعدها إيه؟ هنا ثلاث مرات الراجل بيقع، ثلاث مرات، وفي واحدة رابعة وهو داخل الباب. هوريه لكم دلوقتي بالراحة، هوريها لكم. حيا الناس طبعا وقال لهم إيه، بص اللحظة دي 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 بص دي دي كانت رابعة، محدش لقطها كتير، كان هيتزحلق. خلي بال حضراتكم، كاميرات العالم كلها ودي عاملة اهتمام كبير. بص الوقع مرة واثنين وثلاثة، دي جامدة قوي، التالتة دي 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 جامدة قوي، دي جامدة قوي قوي دي، لانه خلي بالك السلم وهو حتى حس انه حصل حاجة في رجله. طبعا البيت الابيض طلع بعد كده وطمن الناس ومفيش حاجة، الرئيس بخير ونتمنى له السلامة، او نتمنى لجميع السلامة، ما عندناش مشاكل. لكن بقول لكم الوقعة دي دي صعبة. التالتة، التالتة دي اللي هي محدش ركز عليها قوي، لا تركز عليها لانه هي اللي اثرت. طبعا هو قام من الاولى فراح للتانية فراح للتالتة، الرابعة كانت هنا اهو بعد ما حيا وكذا وهو داخل. ركز دي هنا، وقف هنا، هنا اهو بص دي هنا كان هيتزحلق، هو داخل جوه الطيارة كان هيتزحلق هنا اهو في الحتة دي، لانه خلي بالك طبعا هم قالك الجو والهواء، هواء شديد، هواء شديد، هواء شديد صعب يعني، يعني يعني، لكن بغض النظر، لكن كانت ايه جاية بعد مفيش ساعات من كلام بوتين لي، من رسالة بوتين لي انه خلي بالك على صحتك، خلي بالك على صحتك، يعني بدعو لك كده بالصحة والعافية، قال له كده الرئيس بوتين. فطلع الطيارة، حصل اللي حصل، حاجة سبحان الله. مهم، فده أمريكا روسيا، أمريكا روسيا، أمريكا الصين، إيه اللي يتم الأيام اللي جاية؟ ده وزير خارجية الروسي الأمريكي قاعد مع المسؤولين الصينيين يتكلموا، وطبعا مشاكل ضخمة، رايحين فين، ايه العقبات، بيحاولوا يوصلوا لأي حلول بينهم من بعض. هو النهاردة بحاول تكسير عظام، او مش محاولة، هي تكسير عظام بين امريكا وبين الصين رقم واحد. مش عايزين الصين دي اللي هي بعد اربع خمس سنين من دلوقتي تكون هي القوة الاكبر في العالم اقتصاديا، وبعدها الهند وبعدها امريكا. يعني الصين رايحة تبقى رقم واحد، ثم الهند رقم اتنين، وامريكا تتراجع للمرتبة التالتة. أمريكا مش عايزة الصين تصل لهذه النقطة على الإطلاق. الصين بيهددوا، الأمريكان بيهددوا، والاتنين داخلين في بعض معركة اقتصادية طبعا، مش هتصل لعسكرية، لأنه معارك عسكرية معناها عندنا مشكلة في العالم كله. البلاد دي عندها أسلحة نووية، والبلاد دي عندها جيوش ثقيلة. طبعا الجيش الأمريكي رقم واحد عدد المقاتلات وعدد اللي كذا، لكن التانيين ما عندهم جيش 3-4 مليون، وعنده سلاح نووي، يعني قصة. هو العالم في الآخر هيبقى يعمل إيه؟ إيه الصراعات اللي بتحصل؟ ولكن الصراعات هي اقتصاد، البحث عن اقتصاد. ده النهاردة بلينكن حذر الهند، الهند رايحين ياخدوا منظومة صواريخ روسية الاس 400. الاس 400 الروسية منظومة متقدمة جدا، فقالوا للهند شركتهم
اللي هم عايزين يسحبوها من روسيا وعايزين يعملوا حلف بعيد عن الروس. الهند مع حلف فيه الروس وفي الصين وفي خمس ست دول آسيوية تقيلة. فأمريكا راح الهند عشان نعمل تحالف ضد روسيا. طب انت النهاردة بتحذره، قال له لو خدتوا منظومة صواريخ اس 400 من روسيا هنفرض عقوبات عليكم. رعب أمريكا ايه النهاردة؟ الاتجاه للسلاح الروسي. سوخوي 35 دي مقاتلة قوية جدا، سو 35، افتكر الاسم، افتكر الاسم، قلت لحضرتك عليه من سنة، افتكره كويس. المنظومة الجديدة دي الروسية، مقاتلة الحديثة في سلاح الجو الروسي، منظومة تقيلة، مقاتلة تقيلة جدا، تقيلة بمعنى الكلمة، انها قدرتها تتفوق على اف 35 الامريكية. وعندهم اس 400 دفاع الجوي، منظومة تقيلة جدا. فالامريكان مش عايزين حد يقرب من روسيا، وانه السلاح الروسي ده مش عايزينه ينتشر في العالم. ليه مش عايزينه ينتشر؟ انه هو سلاح متطور جدا، والروس اختبروه في حرب، مش اختبروه اختبارات تدريبات، اختبروه في حرب. اختبروه فين؟ في سوريا، اختبر منظومات دي. فعشان كده لما العالم شاف الروس بيختبروا هذه، ده في منظومة مع روسيا كانوا بيضربوا بيها من البحر الأسود، بيضربوا بيها في سوريا، صواريخ، صواريخ المجنحة من البحر الأسود بيضربوا في سوريا. عرضنا لحضراتكم مرة فيديو كده ونزلت في سوريا على الـ بتوع داعش. منين؟ ما هي دي منظومات، خلي بالك، ما هي دي تجارب. فالعالم لما يشوف الحكاية دي رايحة راح الهدف بتاعها، يقول لك ايه الروس عاملين ايه ده. عشان كده الامريكان مش عايزين السلاح الروسي ينتشر في العالم، وخاصة في الدول اللي عندها جيوش تقيلة، فهم يقلقهم الموضوع ده. فقالوا للهند بلاش اس 400، هنعمل نوقع عقوبات عليكم. حذروهم تاني النهاردة، النهاردة اهو وزير دفاع يحذر الهند من عقوبات محتملة. انا قلت وزير الخارجية، انا وزير الدفاع، عذرا، حال شراء اس 400 كلامه. بس هما كانوا مع بعض، الدفاع والخارجية ماشيين مع بعض، عاملين جولة، بدأوا باليابان، كوريا الجنوبية، الهند، عاملين جولة طويلة كده عشان يعملوا التحالف، ايه، محاصرة الصين وروسيا الاثنين. خلينا نروح لبروكسل وزميل مجدي يوسف. مجدي مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. خلاص الاتحاد الاوروبي عاد أسترازينيكا، ولكن المفوضية النهاردة بتهدد مرة تانية انه بضرورة انه الاتحاد الاوروبي ياخد اللقاحات المقررة ليه، وإلا هياخد اجراءات ضد الشركات المنتجة لأسترازينيكا. تمام، مظبوط. الحقيقة ان في العقد اللي ما بين أسترازينيكا وما بين المفوضية الاوروبية في شروط، من ضمن هذه الشروط ان من حق الاتحاد الاوروبي اللي هو موقع على هذه الاتفاقية او المفوضية الاوروبية ان تستدعي شركة أسترازينيكا وتبتدي تتكلم معها في الشروط اللي هي، خلينا يعني ما بين قوسين نقول شروط جزائية. من ضمن الشروط اللي موجودة في التعاقدات ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين أسترازينيكا ان لا يجوز لأسترازينيكا، انا مش عارف اذا كنت لسه موجود ولا لا، موجود، تمام، لا يجوز لأسترازينيكا ان هي تقوم بتصدير ما تنتجه حتى تقوم بالإيفاء بما تعهدت به لدول الاتحاد الأوروبي. طيب ماذا تعهدت أسترازينيكا مع الاتحاد الأوروبي في عقودتها؟ تعهدت بأن هي تسلمها 90 مليون نسخة، عفوا، لقاح جرعة، في الربع الأول من 2021. لكن أسترازينيكا في النهاردة جاية بتقول لأ، أنا هسلم 30 مليون بس مش التسعين. بالتالي الاتحاد الأوروبي بيهدد صراحة، إذا ما وفتيش بالتسعين مليون أنا هستغل الشروط الموجودة في التعاقدات بيننا وبحوقف كل ما يمكن أن تصدريه للخارج من هذا اللقاح.
في قمة أوروبية ستعقد الأسبوع القادم تحديدا يوم الخميس القادم. في هذه القمة سيتم اتخاذ القرار النهائي، إما أسترازينيكا تتراجع عن تصدير اللقاحات للخارج وتوفي بتعهداتها للاتحاد الأوروبي، أو سيتخذ الاتحاد الأوروبي في هذه القمة القرار بمنع، وله الحق في ذلك بناء على التعاقدات، بمنع أسترازينيكا من تصدير أي لقاحات خارج دول الاتحاد الأوروبي حتى أن تفي بالتزاماتها. النهاردة أيضا بدأت بلجيكا أعتقد من ضمن الدول التلقيح مرة تانية بأسترازينيكا زي فرنسا زي ألمانيا، عدد من الدول بدأ يرجع النهاردة عملية التلقيح بأسترازينيكا. هو في الحقيقة إن صحيح الدول اللي هي بعض الدول مش هنقول كلها يعني بعض الدول اللي هي كانت علقت التلقيح بأسترازينيكا بدأت في العودة. بلجيكا لم تعلق في الحقيقة التلقيح بأسترازينيكا، كانت مستمرة فيه، ولكن بعض الدول الأخرى بدأت في العودة إلى استخدام أسترازينيكا، ولكن زي ما بنقول تحت المجهر، بمعنى أن كل من يلقح بأسترازينيكا سيتم متابعته وسيتم الكشف عن الحالة الصحية له، وإذا كانت هناك تداعيات صحية وتحديدا فيما يتعلق بجلطات الدم اللي هناك شك ان يكون أسترازينيكا هو المتسبب فيها. دوت يعني ايه؟ يعني بمنتهى الوضوح والصراحة ان لن يتم العودة الى أسترازينيكا بالصورة الكاملة، سيتم العودة سيتم العودة الى استخدام اللقاح، ولكن على ان يبقى دائما تحت الملاحظة وتحت المجهر، لانه لم يتم تبرئته علميا بصورة كاملة. أسترازينيكا متهم لم تثبت ادانته، لكنه ايضا بريء لم تثبت براءته، فبالتالي هيفضل تحت المجهر، ولا هو بريء ولا هو متهم حتى يتم التأكد اما من انه قد يكون هو السبب في بعض الأعراض الجانبية مثل الجلطات التي أصابت البعض، أو يكون بريء تماما من هذه الأعراض، فبالتالي يتم العودة إليه بصورة كاملة. مجدي، إيه اللي بيحصل في فرنسا؟ وهل فرنسا ستعود للإغلاق مرة أخرى؟ فالحقيقة مش فرنسا بس، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، كل الدول الأوروبية هتعود قريبا جدا إلى الإغلاق، لكن أول دولة خدت هذا القرار هي فرنسا. فرنسا رجعت تاني بداية من اليوم، أغلقت كل المحلات غير الضرورية، يعني مثلا هي كانت فتحت من فترة من حوالي 3 أسابيع محلات الكوافير وما شابه هذه المحلات، من اليوم تم إغلاقها. حظر التجول في فرنسا سيبدأ من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وبالتالي حظر تجول، أنا مش بتكلم على بنتكلم على حظر تجول كامل، ممنوع الخروج أو الدخول من المقاطعات، وممنوع الفسح لمساحة أكبر من 10 كيلومتر، بمعنى إذا كنت أنا مثلا ساكن، هندي أمثلة بالقاهرة مثلا، إذا كنت أنا ساكن في الجيزة فهيبقى ممنوع أن أنا أروح أخذ عربيتي وأطلع بها لغاية مثلا مصر الجديدة، لا، هتبقى المساحات اللي هي أو المسافات اللي هي بالشبه ده في فرنسا هتبقى ممنوعة، هيرصدوها بالكاميرات المثبتة في كل فرنسا وفي الإشارات، ومن سيكتشف أنه أو من سيقع مخالف سيكتشفون أنه مخالف سيتم تحويله إلى القضاء، والغرامات هتكون كبيرة جدا، قد تصل إلى 500 يورو للغرامة الواحدة. دلوقتي زي ما أقول لحضرتك إحنا بقينا الحركة بحد أقصى 10 كيلو، إلا إذا كان هناك أسباب أخرى أو أسباب قوية أو قهرية، وعلى صاحب السبب أنه يقدم هذا السبب. جميع الأشغال تقريبا ستعود إلى شغل من المنازل، الجامعات عادت إلى الإغلاق، المدارس يتم التفكير في طبعا الجزء الثانوي، تانية ثانوي وتالتة ثانوي ما بيروحوش، بياخدوا أونلاين في البيت، ولكن بيتم التفكير حاليا إن حتى من بداية من أولى ثانوي إن هم يكونوا في البيت، الدراسة تكون في البيت، وفقط
يخلوا الابتدائي والاعدادي ونص الاعدادي يروح والنص التاني يقعد في البيت مع التغيير، لان فرنسا اعترفت زي ما طبعا ما حضرتك عارف بانها دخلت بالفعل في الموجة التالتة من الوباء. بلجيكا تقريبا على نفس الخط وعلى نفس النهج، كان في اجتماع عاجل طارئ للحكومة البلجيكية امبارح، تم الابقاء على كل الاجراءات حتى كان يفترض ان بدايه من الاسبوع القادم يتم تخفيف الاجراءات، تم الغاء اي احتمال لتخفيف الاجراءات على العكس تماما. طلب من وزير التعليم ان يجد حل لانتشار الفيروس داخل المدارس، وبحد اقصى ان يتقدم بخطه كامله يوم الاثنين يعني بعد بكره، والا سيتم اغلاق المدارس اسبوعين قبل اجازه العيد اللي هي هتبقى اسبوعين، فبالتالي يبقى في شهر كامل. وزير التعليم مش عايز يقفل المدارس، عايز يخليها وزير التعليم البلجيكي، وبالتالي اذا لم يقوم باغلاق المدارس، اذا لم يقدم خطه لكيفيه التعامل مع انتشار الفيروس سيتم غلق المدارس. برضو في بلجيكا حظر التجول ساري، وبلجيكا تبقى هي الدوله الاوروبيه الوحيده التي تمنع السفر منها أو إليها بمخالفة دستور الاتحاد الأوروبي، وهذا القرار سيبقى ساريا حتى النصف الثاني أو بداية شهر مايو القادم، إما نصف أبريل أو شهر مايو القادم، وهذا بمخالفة الدستور الأوروبي. حتى أن المفوضية الأوروبية حذرت بلجيكا أن هي قد تضطر أن توقع عقوبات على بلجيكا لأنها تخالف الدستور، لكن بلجيكا بتقول إن شايفة أن الطريقة دي منع السفر من وإليها بيقلل من انتشار الفيروس، علما أن بالمناسبة النهاردة في أكثر من 5000 حالة إيجابية في بلجيكا، و10% من البلجيك رسميا أصيبوا بفيروس كورونا. مجد يوسف بشكرك شكرا جزيلا. نطلع فاصل ثم أعود لحضراتكم عقب الفاصل، هنتكلم في قضية مهمة جدا، قضايا شغلة الرأي العام حاليا، ولكن قضية أو قضيتين كانوا حصلوا في نهاية العام الماضي، خلينا أقول لحضراتكم حصل فيهم إيه بعد الفاصل. ترجع مرة تانية ست الحبايب، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وعظيمات مصر دايما بألف خير. مصر بكرة رسميا تحتفل بعيد الأم بعظيمات مصر، احتفال رسمي غدا. النهاردة كان فيه احتفالية للأمهات المثاليات لهذا العام. امبارح سيادة الرئيس كان بيتفقد كالعادة الطرق والمشروعات والإنجازات، ويتابع مدينة الأمل ومدينة ناصر وحديقة الطفل. قابلته سيدة مصرية في حديقة الطفل في مدينة ناصر، كلمت مع سيادة الرئيس على الرؤية. سيادة الرئيس كلم الحوار المجتمعي، عندنا قانون الأحوال الشخصية الموجود في البرلمان، الحوار المجتمعي. هذا القانون يمس كل بيت في مصر. 100 مليون هيتأثروا بهذا القانون أو بهذه التعديلات. في حاجات كتيرة في هذا الأمر. ناس تتكلم على رؤية صح، وناس تتكلم على نفقة صح، وناس تتكلم على مصاريف مدارس صح، وناس تتكلم على حاجات كتيرة. في حاجات تتكلم مثلا على طلاق، وعملنا من اسبوعين كده حلقة مش عايز اقول لحضراتكم عليها، هتتكرر. ليه؟ محتاجين هذا الموضوع والقانون ده ما يعديش بسهولة، لا هنا ولا هنا، لانه في الاخر البلد تدفع، مش عايزين حد يدفع ثمن، عايزين نعمل توازن. القانون ده بالذات يحتاج التوازن، من غير ما هنا نيجي على الراجل او نيجي على الست، وفي الاخر اللي بيضيع في النص الولاد. في ابهات ممكن يقعد سنه واثنين وثلاثه مش عايز يشوف ولاده، في ويقول لك انا عايز اشوفهم في الحته الفلانيه.
طب ما يا سيدي ما نشوفهم في حته كويسه يقول لك لا لا وديهم الحته الفلانيه مثلا. يعني في نماذج كتيره موجوده. في بعض الاسر يقول لك لا مش هيشوف، هو بيدفع، هو بيتحمل مسؤوليه، الله هو ده ابنه او بنته مش ولاده، طب ما يصرف عليهم يجيب لهم لبس، لا عيد يبقى موجود ولا حاجه، حاجات كتير بقول لحضراتكم نماذج هنا وهنا. في ام تقول لك لا مش هيشوف الولاد، هو فين؟ هو كان معايا وانا تعبت فيهم وكانوا كذا ودلوقتي بسم الله ما شاء الله بقوا كذا. في امهات كمان بيربوا، وبعض الاباء مش عايزين نتكلم، لكن بتكلم عايزين قانون ايه يبقى انصاف، انصاف للجميع. عمليه متعبه، طبعا متعبه، لا عايزين حد يقول ده منتصر ولا حد ده يقول منهزم، لا عايزين ده منهزم ولا ده منتصر خالص. هذا قانون، قانون زي ما بقول كده يمس كل بيت، ما في اسره هذا القانون ما يمسهاش. القانون ده مش لازم يتعمل في شهر، لا، ولا يتعمل زي ما يتعمل، يقعد سنه، يقعد اتنين، يقعد زي ما يقعد. المهم القانون ده يتعمل ارضاء للكل، لا عايز ام تتظلم ولا اب يتظلم ولا جد او جده يتظلموا ولا طفل او طفله يتظلموا، مش عايزين ظلم في هذا القانون، لان احنا مش كل يوم هنعمل قانون، ومش كل يوم هنعمل قانون للاسره. ارجوكوا لو سمحتوا هذا القانون يتعمل كده زي ما بيقول كده ايه، عارفين اللي هي تمسك مسطره، امسك مسطره وليه لا، وليه لا ما امسكش مسطره. يطلع البعض يقول لك هذا القانون معمول عشان الـ 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 الام او الزوج او الاسر. في ناس قالت كده، في ناس قالوا لا ده الراجل واخد حقوق كثيره جدا، في ناس يقول لك لا الراجل مظلوم وظالمينه. ومساله الزواج والطلاق وانه يتجوز ثانيه او لا، حاجات انا مش هدخل تفاصيل عشان احنا ناقشنا حلقه مطوله من اسبوعين وخدنا فيها اراء كثيره، فمش عايزين نكرر تجارب قبل كده. وفي الاخر بقول لحضراتكم والله في اولاد اهاليهم ما بيشوفوهم، وفي اولاد ابهاتهم ما بيصرفوا عليهم، وفي تاني يعني ما هو في ده وفي ده يا جماعه، ما احنا في مجتمع عارفين بعض وشايفين بعض، عايزين كل ده يتحل. وفي ناس تخبي مرتبه كام، ده انت بتخبي عن ابنك او بنتك مرتبك، ما انت تصرف عليه، هو ده مش ابنك او دي مش بنتك، مش تصرف عليه. في ناس ولا بيصرفوا ولا كانه موجود مثلا، يعني في امثله كتيره. في واحد بياخد مثلا 5 جنيه فيقول لك لا انا ما باخدش غير جنيه عشان ما يدفعش. طب هل المحاكم هتقعد تفتش وتقعد تجيب وناس هتقعد تجيب؟ ما تبقى المساله واضحه. وكمان ما هي الولاد دول لما بيتبهدلوا، هو مين بيتبهدل؟ الام بتتبهدل، ليه عندها طفل او طفلين او ثلاثه او كذا، والاب يروح بقى ويسيب بقى الام تعيش حياتها. طب وبعدين؟ تاني بقول هذا القانون عايزين انصاف كامل. في جده ما بتشوفش احفادها، في جده ما بتشوفش احفاده، في بقولش لا، في ناس بتتعب عشان تشوف. في ناس كمان ممكن تقول له تعالى نروح مثلا في الفندق الفلاني مثلا لو ناس مقتدره او نادي محترم، يقول لك لا لا انا عايز اروح مركز شباب. انت عايز تشوف ابنك في مكان فيه بهدله، مع احترامنا للكل يعني، ولا عايز تشوف ابنك في مكان كويس ونظيف؟ هي مساله ايه ان انا اتعب ده واتعب دول، ولازم انكد على دول واتعب دول؟ ليه؟ المساله مش كده خالص، مش نكد، مش نكد على بعض. مساله يعني لازم الناس تبقى كويسه، تبقى كويسة عشان ولادهم يطلعوا ما يبقاش في خناقة. الموضوع مش خناقة والله، هي ليه الناس عايزة تعمل خناقات؟ عشان كده بقول هذا القانون من أخطر القوانين اللي أمام البرلمان، من أخطر القوانين، لأنه ده بجد لو أنا بتكلم على السلم الاجتماعي هو ده السلم الاجتماعي. لو أنا بتكلم على قانون ينصف الجميع بدون أن نيجي هنا أو هنا، أتمنى ده يحصل. مش عايز الست بعد لما يعني يحصل انفصال وطلاق وغيره يبقى بهدلة. ليه بهدلة؟
وفي ناس يقعدوا ليه اتشهر او ليه اتشهري. ما يا جماعة، ما هو الناس قعدوا مع بعض واتجوزوا وخلفوا، طب اكتر من كده ايه؟ هو ليه الناس ما تخرجش خلاص ما اتفقوش؟ وارد، ما يحافظوا على بعض. وليه الناس ما تبقاش كويسة حتى بعد ما يحصل اي مشكلة؟ ليه؟ وليه الناس دايما المحاق؟ ليه؟ ليه مبقاش حاجة ودية؟ اتمنى، انا طبعا بتكلم على حاجات مثالية، بتكلم عليه حاجات مثالية. ما الناس خلاص ما اتفقوش مع بعض، خلاص متشكرين، طب ايه كذا، سلام عليكم، تشوفوا العيال امتى، اجي امتى، اروح امتى، خلاص. والناس تبقى كده، ليه مبقاش ده؟ بتكلم على اسر، والناس بعد ما اتجوزوا ايه تاني، وخلفوا ايه تاني. فعشان كده بقول هذا قانون، هذا قانون ثالث ورابع من اخطر القوانين اللي قدام البرلمان. وهذا قانون ما يمشيش كده، نخلص لا ما نخلص، نعمل حوار واثنين واربعة وعشرة، ومجلس النواب يعمل جلسات اجتماع، والاعلام كله، واحنا بدأنا وهنبدأ ونكمل، وكل اسبوع هعمل لكم، وتاني بقول كل اسبوع هعمل عنوان، ناخد عنوان كده نتكلم عليه هنا اهو، كل عنوان في مشروع القانون ده نتكلم عليه هنا ونناقشه وندي وجهات نظر. ما احنا بنخرج من الحوارات بوجهات نظر وبآراء، في الاخر عايز قانون يرضينا كلنا، قانون يليق بينا كلنا، قانون يحافظ على الأسرة المصرية، الأب والأم والزوجة والابن والبنت والجد والجدة والمطلقة كله يحافظ على الكل. حوار المجتمعي طبعا، افتحوا المجال، لا نقتصر هذا القانون على كذا، لا ادوا مجال للناس كلها وكل واحد يقول رأيه. مش هنقعد مدى الحياة، ولكن بقول ندي مجال وقت مناسب للكل، الناس تتكلم بحريتها، ونشوف الجمعيات اللي عاملة، ونشوف محامين، ونشوف القضايا، ونشوف الأسرة، ونشوف قضاة محاكم الأسرة، يشوفوا القضايا اللي عندهم، يدونا رأيهم، والسيد وزير العدل راجل محترم، يدونا رأيهم. قضايا قدام محاكم الأسر، الأسرة مش عايز أقول لكم قد إيه، وأحيانا بتبقى حاجات يعني ممكن تخلص، مش لازم تروح محكمة. ولازم يبقى هذه الأمور كلها بنراعي فيها بلد، نراعي فيها مجتمع. هل هنقدر نوصل لده؟ أتمنى نوصل لده، لأنه ده فيه يعني بيعود على البلد كلها، مش عايزين نصدر أزمات. فمجلس النواب سيادة المستشار حنفي علي جبال رئيس المجلس المحترم يفتح هذا المجال أمام الناس، اتكلم مع الكل، في محامين شاطرين، في محامين موجودين في المحاكم بيدافعوا عن أطراف ده، الطرف ده أو الطرف ده، عندهم كتير، عندهم حاجات يقدروا يقولوها، يقدروا يتكلموا فيها، ويقدروا يعني يساعدوا كمان، قضاء يقدروا يتكلموا، الأسر متضررة من هنا ومن هنا يتكلموا، ونشوف حالات موجودة في المجتمع، نشوف نماذج موجودة. إيه المانع إنه مجلس النواب يفتح الباب ده ونشوف هذه النماذج وييجوا يقولوا، مش لازم يبقوا مع بعض عشان ما يتخانقوش قدام النواب، كل الحالة دي والحالة التانية مثلا، ونشوف جد وجدة مثلا، ايه المانع؟ ما فيش ما يمنع من ده، ونعرف الاسباب. طب ليه الجدة دي او الجد ما بيشوفش؟ طب الحفيد او الاحفاد ليه؟ ايه المشكلة؟ ونعرف ايه المشكلة، بحيث ان احنا ما نطلعش عيال ناقمة على الكل. يبقى في عيال متربية، عارف أهله وعارف ناس وعارف أبوه وعارف أمه وعارف جدته وعارف جده وعارف عيلته، نبقى نطلعين عيال كده. تعالوا نشوف سيادة الرئيس لما السيدة المصرية قالت له يا ريس، يا ريس. طب نشوف رد سيادة الرئيس. احنا ما بنشوفش احفاد، الرؤية تعبانين والله. قانون الأحوال الشخصية احنا حريصين على انه يطلع متوازن،
متوازن يعني ايه؟ يعني وفر توازن بين كل الاعتبارات، بين الام وبين الاهل. الحوار المجتمعي هنوسعه اكتر من كده، واحنا هنبقى حريصين على ان القانون يخرج بشكل يحقق لكل المستفيدين منه. لا يا فندم، احنا مالناش غيرك والله العظيم. لا يا فندم، وعلى طول دعم لحضرتك وعلى خير. طول والله العظيم لان حبيبنا حبيبنا والله. شك كتر خيرك يا فندم. شكرا يا فندم. سلام عليكم. سلام يا ريس. سلام يا ريس. سيادة الرئيس امبارح ورسالة سيادة الرئيس امبارح لما التقى قابلته هذه السيدة في المحترمة في مدينة نصر. كان سيادة الرئيس عامل الجولة، كان محافظ القاهرة ونائب محافظ القاهرة، وسيدة تقدمت للرئيس: يا رئيس الرؤية. وسيادة الرئيس رد: عايزين هنعمل حوار مجتمعي أوسع من اللي موجود ونوسعه عشان يبقى فيه، سيادة الرئيس قال إيه؟ متوازن. قانون متوازن. متوازن يعني ايه؟ ما يبقاش جاي على حساب فئه او جاي على حساب حد. التوازن هو ده معناه. فنوسع الحكايه اكتر ويبقى فيه دعم اكبر. في محكمه جنايات اكتوبر في واقعتين هشرحهم لحضراتكم للاسر المصريه. الواقعة الأولى طفلة 5 سنين ولادها جايبين سواق بيوصل الولاد مدارسهم ومشاورهم ومؤتمنينه على الولاد. السواق الواقعة دي خلوا بالكم وهقول لكم حصل فيها ايه. حصل فيها ايه؟ البيت مستني البنت معاه في العربية لوحد، بنت صغيرة 5 سنين. ف قاعدة كرسي اللي ورا راح قاعد جنبها. كلمك على طفلة 5 سنوات. واحنا طبعا كأسر بعضنا للأسف يسيب الولاد وما يعرفش ايه اللي بيحصل. انت في امان اكتر من كده؟ ده انا بديك ولادي وفي امان. اعتدى على البنت 5 سنين. طبعا النيابة وقدمت المتهم لمحبوس 47 سنة هو، ودوه لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار جمال أبو طالب وعضوية المستشارين طارق أبو زيد وشريف إسماعيل. تقرير طبي قال إنه حصل يعني هتك عرض، والتقرير الطبي طب الشرعي أثبت الاعتداءات اللي حصلت والآثار اللي تسببت وتسبب فيها الاعتداء. والبنت نفسها اتكلمت قدام في التحقيقات النيابة وقالت وهي قاعدة في العربية قدام مدرسة عشان تنتظر أختها: المتهم عمل فيها كذا وكذا وكذا، ارتكب جريمته. المحكمة السجن كام؟ 10 سنوات. 10 سنوات جناية. الواقعة الثانية سيدة واخدة بنتها ورايحين يشتروا حاجات، ف
فجأة بتدور بتاخد ده وتشتري ده، ما لقيتش البنت، ما لقيتش البنت جنبها. الحق قعد تصوت والناس اتجمعت، والبنت فين وايه، وبنتي اتخطفت ومش لاقياها، واختفت البنت من المحل اللي هي بتشتري منه حاجات. واحد قالها لا ده هي كانت مع واحد بره وبتاعها، بره بره ريجيريو. الواد اللي عمره 24 سنة خد البنت وقال لها تعالى جيب لك حاجة حلوة وبتاعه وكده، أيضا طفلة، وأيضا يعني اعتدى عليها. انتوا عارفين المحكمة نفس المحكمة، مستشار جمال أبو طالب، مستشار طارق أبو زيد، مستشار شريف إسماعيل، عقبوه بكام؟ مؤبد، مؤبد. ادوله تهمة الخطف، فاكرين المعادي، فتاة المعادي، البنت اللي في المعادي، اللي حصل في المعادي اهي، جريمة حصلت اهي في اكتوبر السنة اللي فاتت في نهاية العام الماضي، او في اسف في عام 2019 تحديدا 13/8/2019 حكم فيها مؤبد خطف وهتك عرض. اجراء من النوع ده، ليه انا بقول القضيتين دول بالذات؟ انا الاسر كلها يا جماعه، لو حضرتك خدت حد اولادك معاك في ايدك تحت عينيك، ما تسيبوش العيال، ما حدش يسيب عياله وخلاص كده. اذا هو معاك بتشتري له حاجه، ما ايه المشكله جنب في ايدي اسيبه وانت ضمنته هيرجع تاني؟ ما هو في ناس ممكن يحصل كذا وكذا، يعني هو اتلاقوا بس حصل اعتداء، يعني البنت اللي حصل لها اعتداء وهي 5 سنين هتفضل معاها الحكايه دي مدى حياتها، مدى حياتها. والتانيه نفس الحكايه مدى الحياه. مش سهله قوي اسيب عيال ببساطه كده وما اعرفش عنهم حاجه، حتى وهم معايا مش تحت عناية. ليه مش تحت عناية؟ ما يبقوا تحت عناية، قاعد في نادي تحت عناية، قاعد واخدهم بيشتروا حاجة تحت عناية، قاعد بيهم في مكان مش رايحين، لا ليه بسيبهم مع حد خد هو الحد اللي واخدهم رايحين يلعبوا مع العيال التانيين؟ العيال التانيين هيبقوا خايفين عليهم، كل واحد بيبقى خايف على نفسه. فلازم نخلي بالنا. ولكن المحاكم النهاردة، ومهم جدا التشدد في هذه القضايا، تشدد في الأحكام، تشدد في الأحكام. ودي 10 ودي 20 ودي 25 ودي 15 وتشدد، ولو في أكتر من كده ندي، لأن هو مطلوب الردع، جرائم الردع مهم. يرتكب جريمة تحرش، هتك عرض، جناية، يعني عيلة مأمناك على بنتها وبناتها، فتعمل معاهم، تاخد البنت تعمل مش عارف ايه، والتاني تروح تاخد البنت وتخطفها. مش معقول. بنشوف حاجات بصراحة. الواحد القضاء، وانا بقول بحي القضاء، ليه بقول كده؟ عشان التشدد في هذه القضايا للردع، للردع اي واحد يفكر انه يرتكب هذه الجرائم. النهارده وزاره الاسكان بتحذر من اعلانات، اللي قالت اعلانات مضلله وبتضلل الناس، واعلانات كمان وهميه. العاصمه الاداريه، وانا لسه كنت بتكلم مع زملائي من يومين كده، بقول لهم الحلقه اللي عملناها زي النهارده السبت اللي فات مع المهندس خالد عباس من العاصمه، ناس خدوا اللي احنا مصورينه وعملوه شركات وعملوه منتجعات وعملوه كذا. في ناس انا شفت اللي احنا شغلنا، مش بكلمكم على حاجات خاصه بالاسكان كمان، ده اللي احنا عملناه، الحلقه اللي احنا عملناها، في ناس قطعتها وبدات تبيع وبدات تعمل دعايه من
الـ 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 الشغل اللي احنا عاملينه من الحلقه. وزاره الاسكان النهارده طلعت بيان مهم. ونروح للمهندس عمرو الخطاب متحدث باسم وزاره الاسكان. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم على حضرتك. اهلا وسهلا بسيادتك. ايه ليه البيان بتاع النهارده اللي ليه بيان النهارده اللي هي حقيقته ايه وحقيقه ما يتم يعني من اعلانات وصفتوها باعلانات وهميه وغير حقيقيه، ايه الحكايه؟ طبعا سيادتك يعني زي ما حضرتك تفضلت كده يعني بقالنا فتره المركز الاعلامي في وزاره الاسكان وبيرصد اعلانات مضلله على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الاعلانات وغيرها بتاخد المشروعات اللي تم انجازها بالفعل للوزاره وفي المدن الجديده، في سواء سيادتك زي ما تفضلت كده في العاصمه الاداريه الجديده الحلقه اللي حضرتك سمعتها الرائعه اللي كانت مع المهندس خالد عباس نائب وزير المشروعات القوميه، بياخدوا صور المشروعات وبياخدوا صور المنصوره الجديده والعالمين الجديده ويعملوا شركات ويقولوا ان احنا بنبيع فتح باب الطرح في الوحدات وفتح باب الحجز في وحدات كذا. هو بيعمل دعايه لنفسه لشركه وهميه او شركه حقيقيه بس حاطط صوره المشروع منتهي بالفعل، فبالتالي المواطن بينخدع. ويعني احنا رفضنا بقالنا فتره بنرصد علشان ناخد اجراءات قانونيه، وده اللي صدر في البيان النهارده انه ان شاء الله في اجراءات قانونيه ضد الكلام ده علشان نحمي المواطنين اللي بينخدعوا بانه هو بيقول لك طرح اول برج في العاصمه الاداريه الجديده. هو لسه ما بناش برج بس واخد صوره البرج الايقوني او واخد صوره برج من الابراج وبيطرح على حسها. فالمواطن اللي مش عارف او مش متابع فيقول ده هو ده البرج اللي هو هيشتري فيه وهو بيبيع له على ورق وممكن يكون بيبيع له في الوهم. فزي ما حضرتك قلت كده انا بحمي المواطن فطلعنا البيان ده النهارده، والبيان ده حضرتك مقترن باجراءات قانونيه بتتم بالفعل مع سيادتك. وانا المكالمه مع سيادتك دلوقتي في اجراءات قانونيه بتتم بالفعل، اجراءات قانونيه في وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات خاصه عشان طبعا معظم المشروعات دي في المدن الجديده علشان يتم اجراءات قانونيه حيال هذا النصب الواضح، لان احنا بقالنا فتره بنرصد وبنجمع معلومات كامله بالتعاون طبعا مع كل الجهات عشان نعرف الشركات دي واسمائها، ولقينا منهم اشكال وشركات وهميه بالكامل بتبيع للناس بشكل تحت مسمى ان هم شركه تطوير عمراني وان هم مسؤولين عن مشروعات. لا هي الاكثر لقيتوها شركات وهميه ما لهاش وجود في العاصمه. لقينا منهم شركات وهميه ما لهاش وجود في العاصمه، ما لهاش وجود اصلا. هو بيبيع على ورق وبيحط صوره لمسؤولين وزاره لمسؤولين الهيئه، حلقه زي اللي سعادتك صورتها بياخدوا صور من حلقات بيقولوا ده مشروعات بتاعتنا. بيحط صور لمشروعات خلصت بالفعل وتم نهوها، الوزاره لسه ما طرحتش وما اصدرتش الخطه التسويقيه ليها ونزلتها في السوق، هو بياخدها بيبيع على هذا الاساس. فبالتالي بيستغل المواطن. فاحنا عشان نزلنا البيان ده عشان نحمي المواطنين ونحذرهم ان ده نصب فعلي. والناحيه الثانيه برضه شغالين في اجراءات قانونيه عشان نوقف مثل هذه يعني الممارسات اللي بتضر سمعه المشروعات وبتضر سمعه وبتضر كمان بالمواطن اللي هيدفع مقدمات او هيروح يدفع فلوس على حس ان هو رايح يحجز في وحده قائمه وهي بالفعل لسه لا قائمه ولا هو عنده مشروع اصلا. لا لكن في شركات واخده في العاصمه وبتشتغل وبتعمل اعلانات وبتعمل دعايه، دي مالكوش علاقه بيها. ده مش محل البيان بتاعنا. أيوة. شركات في شركات محترمه في السوق المصري بتبني معانا وبتساعد الحكومه. أيوة. بتبني مشروعات استثماريه وبتدعم وبتبني بشكل كويس جدا الحقيقه. لكن بيحط صوره المشروع بتاعه وحتى لو يحط حاجه برسبكتيف يعني 3 دي مجسم او بيحط ماكيت المشروع بتاعه، ده راجل محترم وبيبيع المشروع بتاعه وبيقول انا لسه هبني في المكان ده وده الماكيت بتاع المشروع. كويس. لكن اللي يحط اعلان لماكيت لشغل الوزاره او لحاجات بالفعل مواقع الوزاره طبعا ده نوع من النصب والاحتيال طبعا بيجرمه القانون. هو الاستهداف مشروعات الوزاره بالكامل. احنا اللي رصدناه معظم الابراج اللي في العاصمه الاداريه الجديده اللي بتبنيها وزاره الاسكان اللي سيادتك شرفتنا بالزياره فيها. نعم. والابراج اللي بتتبني في العالمين الجديده، حضرتك احنا عندنا في العالمين الجديده خلصنا دلوقتي 20 برج وشغالين في مجموعه اخرى وبعض المشروعات الفيلات اللي موجوده في المنصوره الجديده وخلافه. فاحنا طبعا بنرصد الكلام ده كله علشان نبعتها بالتنسيق مع وزاره الاتصالات والمباحث الانترنت عشان اي حد بيعمل يعرف. لا عمرو بيه، هل سالتوا الشركات دي مالهاش وجود ومش موجوده واستغلال هذه المشروعات انهم ياخدوا فلوس من الناس وينصبوا على الناس؟ هل سالتوا يعني الشركات دي ليس لها وجود على كاوراق؟ يا فندم في بالظبط في فريق في المركز الاعلامي بيسال على الشركات وبيتاكد انها مالهاش اوراق مسجله. احنا حضرتك وزاره الاسكان هي الحكومه هي المنوط بيها ان هي تحمي المواطنين في حاجه زي كده. وبالتنسيق مع كل الشركات بنسال الشركه دي موجوده، بنلاقي شركات وهميه ولقينا شركات مش وهميه بس بيستغل صوره المشروع عشان يبيع مشروعه هو اللي لسه ما عملوش اي مجهود ولا عمل له تصميم ولا عمل له اي حاجه. فلقينا نوع من ده ولقينا نوع من ده، طبعا ده اللي هيتاخد بشانه الاجراءات القانونيه.
بشكرك شكرا جزيلا مهندس عمرو خطاب متحدث باسم وزارة الإسكان. نسيب حياكم مع تقرير النهاردة الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات الاحتفال في مسابقة الأم المثالية عيد الأم. كل سنة وحضراتكم طيبين. شوف تقرير ثم فاصل وعود لحضراتكم. في إطار احتفالات مصر بيوم الأم، قامت اليوم الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي بإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال استضافتها لهم بمقر الوزارة. ولكل واحدة منهن قصة كفاح استحقت عليها أن تكون أما مثالية، حيث سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمهم خلال احتفالية عيد الأم. أنا بهني هؤلاء السيدات وبنشرف ونفتخر ان احنا نستضيفهم اليوم، وبهني السيدات التي لم يقع عليهن الاختيار، وبقول لهم هم كمان امهات مثاليات، ولكن المساله مساله افضليات بسيطه جدا. وبهني الامهات اللي ربما لم يتقدمن عشان لهذه المسابقه، ولكنهن ايضا مثاليات، وبشجع الامهات الصغيرات ان يحتذوا حوزوا هؤلاء الامهات، وأن يكونوا قائمين على تربية أجيال بشكل رائع زي ما شفناه في أمهاتنا وإخواتنا النهاردة. اتقدم لنا 33 أم مثالية في أكتر من تصنيف السنة دي، أم مثالية العادية بتاعتنا، أم مثالية معاقة، أم مثالية أم معاق، أم مثالية تمكين اقتصادي، أم مثالية أم بديلة اللي هي ممكن بتاخد ابن وبتربيه، أم مثالية للمؤسسات. ففي أكثر من تصنيف السنة دي بجد يعني في التضامن. في الأول طبعا نشكر ربنا في الأول، وبعدين نشكر سيادة الرئيس، ربنا يكبر بخاطره ويبارك في عمره، لأني على قد الفراق وعلى قد الألم اللي كل أم شهيد تبقى حاسة بيه، هو بيمسح دمعتنا وبيخفف عننا الألم. بقول ربنا يجزيك عني خير يا أحمد، وتاج وسام وشرف ليا يا حبيبي ان خليتني ام شهيد بفضل الله، بفضل الله ان اكون ام شهيد. الحمد لله فضل من ربنا وفضل من سياده الرئيس، فضل من سياده وزيره التضامن ان هي تجيبنا النهارده وتكرمنا. شعور جميل جدا يعني بمناسبه اليوم ده والاحتفاليه دي، انا نسيت اي حاجه انا مريت بيها. طبعا مبسوطه جدا جدا، فرحانه طبعا، وانا بشكر كل اللي في وزاره التضامن ووزيره التضامن على مجهوداتهم، والحمد لله. هو كل الأمهات كلها على مستوى مصر أمهات مثاليات، ممكن يكون ما حلفهمش الحظ إن هم يقدموا، فهم ولادي أفاجئوني وقدموا، فطبعا الحمد لله يعني بالتوفيق من عند ربنا إن هم اختاروني. تكريم تقدمه الدولة لعدد من الأمهات، غير أن كل أم يكفيها شرفا وتكريما صدى هذه الكلمة تتردد من فيه صغارها، وهي تراهم يكبرون أمام أعينها يوما بعد يوم متحملة كل عناء ومشاق الحياة لتربي أبنائها تربية كريمة ليصبحوا مواطنين فاعلين من أجل مصر. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي. ترجع مع حضراتكم مرة تانية. بقالي كم يوم كده بتكلم على حدائق الأهرام، ودخل معانا يوم الأربعاء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشكورا، وقال إن احنا هنتحرك على طول. وأنا بصراحة زي ما بقول كده، اللي بيعمل حاجة إيجابية بتكلم عليها. احنا الموضوع مش مجرد إن احنا نطلع، لا، ما احنا نقول عشان نتصلح. فاحنا قلنا بدل المرة اتنين، النهاردة امبارح بالليل وزارة الداخلية مشكورين سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملة امبارح ليلا مكبرة على حدائق الأهرام عملت ايه؟ هتشوف. شكرا سيد وزير الداخلية. بص عملوا ايه، عملوا ايه الحاجات والمحلات والقهاوي والتكاتك وحملة. بص اعداد قد ايه، ده اللي بيبين لك. والاستعدادات للتجهيز كمان عشان الدخول عشان نصلح، جايبين معدات التقيلة وكده، وادي التجهيزات والحاجات، وبنشيل تكاتك العامل حاجات العاملة مشاكل. فالمسؤول لما بيعمل يعني تاني، ما هو يعمل، فلازم نقول نشكر الناس. مفيش، فاحنا بنتكلم، وده دورنا، ده دور الإعلام.
ده دور الإعلام، تقول ده وتقول ده. إحنا دورنا في نقد ننقده، عايزين حاجة مش مظبوطة في حتة لازم نتكلم عليها ونطلعها. أهو بص شايفين قد إيه حاجات اللي بصوا التكاتك حضراتكم، الله رجال الداخلية عملوا إيه؟ هو ده. أصل أنت في الآخر إيه الهدف إيه؟ هو أنا مثلا عايز كل حاجة في البلد تبقى كويسة، الله. إذا السيد رئيس الجمهورية بيعمل عشان كل حاجة تبقى كويس، طب ما إحنا يبقى في مكان زي كده نشوفه مش كويس نعرضه عشان يبقى كويس. طب هو ما كله مستفيد، أهالي المنطقة يستفيدوا والمسؤولين يستفيدوا، وبالتالي يبقى خدمة للناس كلها وخدمة للبلد. النهاردة شكرا لو أحمد راشد محافظ الجيزة، بس ده البداية، خلوا بالكم بداية الحركة. بس خلي بالك هتشوف حاجة مختلفة تماما. مشهد انت وانت قاعد في حدائق الاهرام، الله، انا الناس النهاردة عاملين يكلموني قالوا لي الدنيا مقلوبة، قالوا لي من امبارح الدنيا مقلوبة بالليل والنهار والناس شغالة. ايه هو ده اللي انا عايزه؟ وانا عايز غير كده؟ عايز المكان ده يبقى نظيف. اللي كان ده هنا 13 طن قمامة في الحتة دي، قمامة لدرجة السكان اللي قاعدين هنا معرفش كانوا عايشين ازاي، بس يعملوا ايه؟ او الناحية التانية عايشين ازاي؟ العربيات تتحرك والناس تتحرك ونعمل حركة، حركة بركة، فيها بركة، الحركة فيها خير. تتحرك اللوادر تشيل القمامة وعربيات وننظف، مش عايز حد يرمي في المكان ده. ودلهم ودلهم صناديق عشان يرموا فيها عشان محدش يبقى عنده حجة. بصوا القمامة قد ايه بيشيلوها النهاردة، بيشيلوها من الناس اللي بتشتغل. يا جماعة العربيات هتلاقي مكان تركن، يعني حتى الناس اللي بيشتكي مش لاقي ركنة هيلاقي مكان يركن، هيفتح له الجراشات. سيادة المحافظ قال لنا لو احمد راشد قال هفتح الجراشات، نزل ناس عشان يفتحوا الجراشات ويفتحوها، والمحلات اللي مش مرخصه هيواجهوها، والحاجات العشوائيه. شايف؟ شايف الشغل؟ ما هو ده شغل، ما هو ده شغل شغلنا. الله، واحنا دورنا ايه؟ دورك بس؟ لا، دوري كمان اصلح، اصلح في البلد. شكرا محافظ الجيزه لو احمد راشد، تحرك، ناس اشتغلت، بينزلوا، الحي موجود، بدأوا يتحركوا اهو. ولكن بقول هذه هي البداية، وزي ما قلت هتابع كل يوم. احنا بنمسك مشكلة ما نسيبهاش غير لما تخلص، نلاقي ايه تخلص، مكان هنا يتعمل، شوفوا هيعملوا ايه، يعملوا جنينة عشان تبقى الحدائق، حدائق الاهرام تبقى فيه جناين، يبقى فيه زرع، يعملوا جراشات للناس، في حاجات قافلينها يفتحوها وتبقى جراشات، محلات في بدل جراشات، لا ده غلط. وبالتالي نرجع صورتها الجميله، نرصف، يبقى في رصف. وعدونا كمان لانه الاهالي، الناس يا جماعه يستحقوا الكلام ده. كل البوابات وكله اشتغل، نريد حدائق الاهرام زيها زي. وبالمناسبه ناس كتير بعت لي مناطق اخرى، نخلص حدائق الاهرام واروح لمناطق ثانيه، ما عندناش اي مشاكل خالص. وابعت كاميرات للناس اللي بعت لي من اماكن اخرى كتير، لانه اريد المواطن صوته يبقى طالع واصل للمسؤول. واحنا معاكم والله، والمسؤولين مش هيتاخروا ان شاء الله، لان احنا هدفنا ايه يا جماعه؟ هو انا ليا حاجه شخصيه؟ ما عنديش حاجه شخصيه خالص في اي قضيه، ليس لي هدف شخصي، هدف عام، كله هدف عام. عشان كده هو المسؤول لو عارف ان انا عندي حاجه شخصيه هيسال، لا هو عارف ان انا بتكلم في قضيه عامه وقضيه تهمنا كلنا، عشان كده بيتحرك وعشان كده يتكلم معانا، لانه مصلحتنا مصلحة الناس. ما عندناش حق، وعمرنا ما كان عندنا حاجة شخصية خالص. فهذا هو وضع حدائق الأهرام النهاردة بعد تحركنا على مدى الأسبوع الماضي. فشكرا اللي بيتحرك، شكرا سيد محافظ الجيزة مرة تانية اللي هو أحمد راشد بشكره، ومحافظ الجيزة وعدنا كمان هيعمل جولة هناك وإحنا هنبقى موجودين معاه، كاميرتنا هتبقى موجودة مع سيادة المحافظ وهو بيعمل جولة، يكون ايه الصورة بانت، يعني المحافظ لازم يروح يبقى اهو انا نزلت والصورة بانت، نطلع الصورة بقى على الحقيقة اللي هو ايه، عملنا، رصفنا، عملنا، زرعنا شوية ورد وشوية جناين وشوية زرع جميل كده، وعيد الربيع وعياد الربيع، واحنا في شهر الربيع، يبقى الحاجات كمان الزرع دلوقتي، ده وقت الزرع، يعني هذه ايام اللي عايز يزرع دلوقتي، تبقى كل حاجة حلوة. شكرا وزارة الداخلية سيد محمود توفيق وزير الداخلية، شكرا مديرية أمن الجيزة ورجال مديرية أمن الجيزة على هذا الجهد وهذا التحرك، لأن زي ما بقول لكم إعادة الانضباط، ده احنا بنعمل كل انضباط في كل حتة في البلد.
يبقى عندي منطقه زي كده عشوائيه مش عارفين نعملها ننظم فيها الناس تتحرك ازاي وتعمل لا خالص مفيش حاجه اسمها كده في مصر. مصر النهارده متغيره، مصر الجديده. سياده الرئيس بيقول لك ميلاد دوله جديده بمعنى الكلم ميلاد دوله جديده في كل حاجه. وده مصر ورجالتها واعلامها المحترم، اعلامها المحترم اللي واقف مع بلده ويفضل واقف مع بلده طول الوقت بعيد عن اي حد يتنمر بيه، بعيد عن اي حد يتنمر بيه. ما ده دور الاعلام. طب واحنا لو ما كناش اتكلمنا كان حد بيتحرك؟ ما حدش. ما هو ده دور الاعلام. طب ما هو الاعلام بيعمل شغلته يدافع عن بلده ولما يبقى حاجه طبعا ده غيرنا حياه بشر ناس كتير ومناطق كتيره، ده دور الاعلام. لكن اي حد بيتنمر بيك ما بيشوفش الكلام ده، مش عايز يشوفه ومش عايز انا يبص اصلا ويشوفه ليه. والمتنمر ما يتفرجش علينا، ويتفرج علينا ليه؟ ليه يتفرج علينا اي متنمر؟ ما يتفرجش. انا بقول له ما تتفرجش عليا. انت ليه بتتفرج عليا وحريص تشوف البرنامج؟ ليه؟ حريص تشوفه ساعات الليل والنهار؟ ليه؟ حاجه عجيبه جدا. يتنمر وبعدين يتفرج على البرنامج، ليه بتتفرج على البرنامج؟ اذا هو مش عاجبك. طب عاجب ملايين. ملايين. مش افراد، ملايين. بشكر حضراتكم وشكرا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.